الله يعافيك دكتور. اوكي، انا دكتوره نور صوالحه، بعرفش اذا يعني صدف وشفتكم بالكليه. استاذ مشارك بقسم الصيدله السريريه، وحاليا انا رئيس قسم الصيدله السريريه. اوكي، هلا بدي احكي لكم اليوم عن بارت كثير مهم بهمنا احنا كلياتنا از فارماسيست، وبتوقع يعني هذا ممكن يكون هو سبب انه انت دخلتوا كليه الصيدله، اللي هو بعد ما نتخرج از فارماسيست ايش في مجالات الشغل لإلنا. بدي اسمع منكم انتوا ليش دخلتوا كليه الصيدله؟ ليش دخلتوا تخصص صيدله، سواء كان صيدله او دكتور صيدله؟ I think إنه ممكن شغف المستقبل الأدوية وهيك أشياء، يعني أنا من النوع اللي بحب الكيمياء كثير. أوكي، كان دخلتي هندسة كيماوي إذا تحب الكيمياء كثير. مع فكرة إنه كيف الأدوية وندخل بعلم الأدوية هاي الأشياء، مش إنه بس كيمياء لحالها. طيب وبعد ما تتخرج، يعني الكل عم يدخل على تخصص مشان بعد ما يتخرج شو في options لإله يشتغل فيها، شو بتتوقعوا كصيادلة ممكن يكون في عنا خيارات بالشغل؟ أعتقد إنه الكل بعد ما يتخرج إنه يا إما بيفتح فارمسي، أو إنه ناس بيحكوا إنه لأ في بالمستشفيات، بس ما عمري صادفت ناس بيشتغلوا بالمستشفى. أوكي، إنه صيدلة سرية. دكتورة، شركات الأدوية والمصانع برضو. شركات الأدوية والمصانع، تمام، حلو. بيفتح الواحد صيدلية وبيشتغل بكوميونيتي فارماسي، وفي بالهوسبيتال فارماسي، هلا رح أحكي لكم شو وظيفته الصيدلاني بالهوسبيتال فارماسي. كمان شو في ممكن خيارات، يعني لأنا خريجة صيدلة أو دكتور صيدلة بعد 5 سنين دراسة أو 6 سنين، شو سمعتوا أو شو بتعرفوا كمان؟ في ناس بتكمل دراسات عليا وبتدرس بالجامعات مثلا، في ناس بتطلع على دول برا وهناك بيختصوا يعني بأشياء ثانية ومجالات عمل أوسع، وخصوصا تخصص الفارما دي أوكي لأنه عنا مجال عمله يعني شبه بس بالمستشفى بيكون لحتى يطبق مهنته، يعني كدكتور صيدلاني بس بالمستشفى، أما صيدليات المجتمع بيكون عمله يعني مقتصر بس كصيدلاني، لكن بالمستشفيات إنه لا بيكون هو بيمارس مهنة أكبر حسب مجال دراسته طبعا، فعلشان هيك بيضطروا الطلاب يطلعوا لبرا. يعني انت بتحكي لي انه انا اذا بشتغل انا بصيدليه ما في امارس شغلي او الاشي اللي انا درسته حتى لو انا خريجه دكتور صيدله، يعني اذا انا بدي اضلني بكوميونتي فارماسي فهو بس شغلانتي انا يعني بالصيدليه، معناها انه احنا بياعين على هيك، يعني صيادله بياعين يعني تقريبا، بس هو الصيدلاني مش بياع. طبعا مو الدكتورة إنه بس إنه فكرة إنه أنا أبيع بالصيدلية، فهذا اللي بيخلي إنه الناس تطلق عليه مصطلح بياع دواء، بس أنا ما حكيت إنه لا الصيدلاني مش بياع دواء، الصيدلاني هو شخص عنده مهمته يعرف الدواء كيف بينعطى، لمين بينعطى، جرعاته وكذا، بس إحنا للأسف اللي بنمارسه كصيادلة حاليا فقط إني أنا جاي للصيدلية لحتى أبيع دواء، وحتى يعني بلاحظ انه الناس المرضى لما يجوا للصيدلاني مش مستعد يسأل الصيدلاني مثلا عن جرعة الدواء ولا حتى يستجيب له، مثلا انه اذا انا كصيدلاني راح انصحك كيف تاخذ الدواء، فانا هيك بلاحظ يعني. اوكي طيب، انت يعني في حدا ثاني بيلاحظ نفس ملاحظات؟ انا مش عارفه شو اسمك، مش عم بيطلع عندي الاسماء، مش عم بيطلع اسمي رغد. دكتوره اوكي، مين بيوافق رغد؟ شوي انا بدي اشوف مين بده يعمل فوتينج ويرفع ايديه. مين بيوافق رغد انه احنا يعني احنا اللي خلينا مهنتنا تصير از بياعين؟ يعني بس 8 بتفقوا مع رغد انه احنا فعليا بياعين؟ طب عمره لا لا مش هيك دكتوره. ايش؟ لا مش هيك دكتوره، لا انه مش بياعين.
في فكرة كنت أحكي لك إياها، إنه هسا الناس بطلت تروح على الدكاترة، صارت تروح الصيدلة على طول تسأل مثلاً أنا عندي هيك مرات شو أخذ دواء. أيوة، ليش صار الصيدلاني هو الـ first contact person، هو أول شخص بيشوفه أو يعني بيحاول يوصل له المريض؟ لأنه يا دكتور إحنا متواجدين أكثر من الدكاترة تقريباً في كل شهر بتلاقي صيدلية. انتم متواجدين اكثر يعني؟ طب ما هو الدكتور موجود بعيادته كمان، ولا لانه عددنا كثير احنا الصيادله؟ واحنا عددنا كثير دكتور، يعني احنا عندنا كم جامعه بالاردن لهم فيهم تخصص صيدله؟ لا يعني هو مش استشاره مجانيه حتكون، ما في سعر كشفيه يعني. انه عشان بس بشتري دواء وباخذ استشاره وبطلع. مزبوط، لانه هلا المشكله اذا المريض بده يروح على الدكتور رح يدفع كشفيه، وبتعرف ومشان الأوضاع المالية يعني عند الأغلب ما بيقدروا على موضوع كشفية الطبيب، فبيكون هو الـ first contact person اللي هم بيوصلوا له واللي سهل يوصلوا له اللي هم الصيدلاني. أوكي؟ طيب هلأ إحنا كصيادلة طالما المريض بيوصل لي أنا أول شيء قبل ما يوصل للدكتور، بقدر أعطي دواء؟ يعني هل قانونيا أنا مخول، سواء أنا صيدلة خريجة صيدلة أو دكتور صيدلة، هل أي حدا فينا مخول إنه يوصف دواء للمريض؟ هلا راح يحتاج وصفة طبية. الدكتور صيدلة بيقدر، بس الصيدلي لا. أنا هيك بحس. هيك بتحسي؟ الله أكبر. لا. دكتور طب ما إحنا أصلا أهل الدواء يعني أكثر من الدكاترة. أها. هو هيك. يعني أنا دكتور أحيانا أنا بحس. بيعطي الدكتور الدواء بيكون قوي جدا للمريض، فالصيدلي او الدكتور الصيدلي بيستبدله بشيء اخف. يعني عن تجربه انا، يعني مره رحت بدي اخذ دواء معين كان حكت لي انه هذا كتير قوي وبيأثر، فاعطتني شيء بديل اخف. دكتوره انا هي عارف. ما وصفت يعني، هي ما شخصت الحاله. هلا هي المفروض الحاله تكون مشخصه واحنا نيجي حسب ايش الحاله اللي عندنا نعطي الادويه اللي مناسبه اكثر. دكتور يعني انا اللي اعرف انه اذا الصيدلاني شخص دواء ولا سمح الله المريض صار معه اي شيء بنسجن الصيدلاني، اما دكتور صيدلي لو وصف دواء يعني لو عطى رشيت عادي ما بصير عليه شيء، حتى لو المريض صار معه شيء، لانه هو مخول انه يكتب رشيتات ويعطي دواء. بدول برا هو اصلا اللي يكتب الدواء. طيب انا بدي اسمع منكم كل شيء انتم بتعرفوه ومعتقدينه وبعدين انا راح احكي، فكملوا. انا سامع دكتور. بقول لك فكره دكتور، هو بالاساس اصلا مفروض الدكتور هو بس يشخص الحالة ويوديها على الصيدلاني، بأنه هو عنده دراية بالأدوية أكثر من الدكتور، لأن الدكتور مثلاً بدرس 7 سنين بيكون في عنده علم بأدوية كانت على وقته، تطلع أدوية جديدة إحنا كصيادلة أعلم فيها منه، مفروض إحنا هو شخص وإحنا نعطي الدواء على هذا الأساس. دكتورة يس معك. أنا بشوف إنه على حسب الدواء، إذا كان OTC ولا مش OTC، مش كل الأشياء أنا بصفتي صيدلانية أو دكتور صيدلاني ممكن أنا يعني أصرفه للمريض. OTC ولا مش OTC؟ شو يعني؟ بس لحظة شوي، شو يعني OTC ومش OTC؟ Out the counter يعني إنه بيحتاج مثلاً وصفة طبية من الطبيب أو لا. أها تمام، يعني أنت بتحكي إنه إحنا we cannot prescribe all the drugs، هو بيعتمد هل هي OTC ولا by prescription، مزبوط؟ Yes exactly. اوكي طيب، هاي وجهة نظر. شو كمان عندكم هيك آراء بالموضوع؟ أنا لسه مع رأيي إنه الدكتور الصيدلي هو اللي بيقدر يوصف وبيقدر يعطي رشدة للمريض، أما الصيدلي ما بزبط، لأنه كدكاترة صيدلة في بسنين دراستنا إحنا يعني احنا مخولين انه نوصف ادويه ونعطيها للمريض اكثر من الصيدلي. زائد واحد. ايش زائد واحد؟ اما الصيدلي راح يكون انه بس يعرف كيف صنعه، اما الدكتور صيدلي صيدله بشكل عام هو راح يكون يعرف مكوناته، لا مش المكونات، يعرف الحاله اللي راح يعطيها لها من ناحيه طبيه اكثر. تمام طيب، ديما شو رأيك؟ ديما رافع ايدها. ديما خلدون. طب إبراهيم، عمر. طب محمد، أحمد، انتوا بعد ليش رافعين ايديكم؟ أنا، انا إبراهيم العمر. انا فكرت انه اصلا الصيدلاني اولى انه يعطي الدواء لانه بيعرف اكثر عن الأدوية اصلا.
طيب يعني احنا هلا صرنا بين جهتين، الناس بتحكي دكتور صيدلة بيقدر هو يوصف الدواء لانه بيعرف اشياء اكثر بالكلينيكال يوزز، والنص الثاني او جزء ثاني بحكينا لانه الصيدلاني هو اللي يوصف الدواء لانه هو بيعرف اكثر بالدواء. لا انا بحكي الصيدلاني والدكتور صيدلة، الصيدلاني والدكتور صيدلة يعني مش ضروري دكتور بالمستشفى. هو بالضبط هيك دكتورها، هيك قصدي انا. تمام. طيب حدا عنده وجهه نظر ثاني بحب يحكيها؟ لانه انتوا كل اللي عم ان الدكتور دكتوره دكتور الطب هو بس اللي بوصف الادويه، اما لا الصيدلاني ولا الدكتور صيدله بيقدر انه يوصف ادويه. يا عيني عليكي، الا اذا كان الدواء او تي سي. احنا قانونيا ليجالي ما لا يجوز لنا لا نوصف دواء ولا حتى نعمل ادمنستريشن للدواء. يعني احنا قانونيا غير مخولين، سواء أنا خريج الصيدلة أو دكتور صيدلة، أنا غير مخولة أكتب وصفة للمريض أو أعطيه أي دواء زي ما أنا بدي. وقانونياً مزبوط دكتور. yes. يعني على فرض في شخص مثلاً عنده ألم بمعدته، أنا كصيدلاني أو كطبيبة أو كدكتورة صيدلة ما فيني أحدد مشكلة المعدة مثلاً من دون تنظير أو من دون تحاليل محددة، فأنا على أي أساس بدي أجي أكتب له دواء سواء كنت دكتورة صيدلة أو صيدلانية عادية؟ ما هو شوفي إيمان، في إحنا عندنا بالأدوية إشي بنسميها over the counter medications. over the counter medications هدول الأدوية، يعني مثلاً مريض عنده كف اللي هو القحة، بيروح على الصيدلانة بيقول له والله أنا في عندي كف، في preparations already فيه الصيدلاني هو اللي يعطيها. مريض مثلاً تاني إجا في عندي أنا صداع، أنا مش عم بعمل له تحاليل ولا بعرف شو سبب الصداع، مثلاً بدي نحكي من جهة الايبوبروفين أو البنادول، الصيدلاني فيه يعطي. بس إذا إجاك مريض على الصيدلية يحكي لك أنا والله لوزي ملتهبين، بدي مضاد حيوي، إحنا قانونياً غير مخولين إنه إحنا نصرف بالأنتيبايتك من غير بريسكريبشن. بالضبط صح. هلا أكيد دكتورة في حدود. يس. هلا البراكتس اللي انتوا بتشوفوه واللي احنا بنشوفه هذا ما بنسميه براكتس، هذا بنسميه مال براكتس. يعني مجرد ما انا افوت على الصيدليه احكي لها انا بدي والله زوماكس انتي بايوتيك تروح تعطيني اياه، هذا اصلا مال براكتس لانه مفروض لا ينصرف، شود بي باي بريسكريبشن. اوكي طيب وعبد الرحمن شو دكتوره؟ يس بدي اقول لك، هو مش مفروض اصلا بس الدكتور يعني الطبيب يشخص الحاله والصيدلاني، لانه احنا دراية اكثر من الاطباء يعني بالادويه، خصوصا انه في اطباء الادويه هسه قاعده بتطلع جديد. يعني الدكاتره اغلبهم ما عندهم علم فيها 100%. احنا اصلا خصوصا انه احنا كقطاع الصيدله دكتور الصيدله الدكاتره يعني تقريبا ماخذين شغلنا، لما يجي انا الدكتور يوصف دواء دكتور الصيدلي بيضل ماشي هو بس يعطي الجرعه، شو فايت الدكتور الصيدلي يعني بالمستشفى؟ وهذا الحكي سمعته كثير اطباء يعني. طيب شوف هلا هذا الحكي اللي انت عم تحكيه صراحه هو حمايه لإلنا انه احنا انشالت منا موضوع تو بريسكرايب للدراج. يعني تخيل لو الطبيب، انا بدي امشي معك شوي شوي. هلا احنا السيناريو، وانا كنت زيكم على فكره، انا خريجه دكتور صيدله وانا اول من ثاني دفعه دخلنا دكتور صيدله، ونحكى لنا زي ما انتوا هلا عم تحكوا، الطبيب بيشخص وانتوا دكتور صيدله اللي بتوصفوا الدواء. This is not valid ولا باي دوله بالعالم. هلا الطبيب مزبوط هو بيعرف الدياجنوسيس، وانا كصيدلانيه بعرف اكثر بالميديكيشنز. هلا احنا صاروا يسمونا الصيادله، على فكره بطلنا بس انه فارماسيست، بيسمونا دراج كونسلتنت، يعني احنا استشاريين بالادويه. انا فعليا ما حدا درس مواد الصيدله زي ما احنا درسنا، ولا الاطباء بيعرفوا تفاصيل الادويه زي ما احنا بنعرفها، ولكن موضوع البريسكريبشن للدراجز هو بالتشاور بين الطبيب وبين الصيدلاني. يعني الطبيب ممكن احيانا ما يكون هو على درايه مثلا بكل الجايد لاينز الموجوده اللي هي الخطط العلاجيه المختلفه المتفق عليها عالميا. هون بيجي دور الدكتور صيدله، بصير يحكي لا والله مثلا هذا المريض عنده كذا كذا، عنده مثلا سكري وعنده ضغط، اول العلاج بناء على الجايد لاينز العالميه اللي اوريدي هي معروفه والطبيب يمكن ما يعرفها، إنه هاي هي العلاجات اللي مفروض هو يأخذها المريض. الطبيب ممكن يكتب اسم دراج، اسم دواء يحطه من ضمن الأدوية لازم يأخذها المريض، بس هو مش منتبه إنه والله عنده المريض مشكلة بالكلى، مين لازم يعدل الجرعة؟ الصيدلاني.
اوكي. الطبيب لما بحط الأدوية ما بيكون مشيك على كل الانتراكشنز الموجودة بين الأدوية، يعني هاي المرضى بنسميهم بولي فارماسي، بيكون المريض خاصة شوي اللي عندهم هيك أمراض مزمنة، هذول ما بيكونوا بياخدوا دواء أو دوايين، هذول بيكون دائما في معهم كيس أدوية، وهذا الكيس فيه 7-8 أدوية وبياخدوهم، والدواء الواحد بياخدوه على 2-3 مرات باليوم. هلا هو ما بيكون الدكتور على دراية كاملة بكل التفاعلات الانتراكشنز اللي ممكن تصير بين الأدوية، مين اللي حيعرف فيها ومين اللي حيحكي هذا الدواء لا مفروض هذا الدواء ينسحب من المريض، هذا الدواء مثلا جرعته لأنه بسبب التفاعلات بين الأدوية جرعته رح تأثر عليه، هذا مثلا النتائج التحاليل اللي بتنعمل هو مش بسبب مرض عند المريض، هو بسبب الأدوية اللي هو ماخدها. مين اللي بيعطي رأيه أو بيعمل الكونسنتيشن والريكومنديشنز بكل هاي التفاصيل؟ هو الصيدلاني. أوكي. هلأ جزئية إنهم هم شالوا عنا موضوع الوصفة وصارت الوصفة للدكتور، هاي فيها حماية لإلنا، لأنه افترض يعني المسؤولية القانونية لو إحنا إجينا بدنا نصرف أو نوصف دواء ووصفناه غلط، شو بده يصير على المريض؟ ممكن يموت المريض؟ أكيد. أوه. ممكن. طيب طبعا. إحنا طب هلأ إحنا لو كان التشخيص قدامنا ليش إحنا رح نصرف غلط؟ إحنا وقتها رح نصرف صح. لانه يعني هم لو انهم هم بس الشخص واحنا اللي نحدد ايش اللي بيتدخل بالادويه يعني بالضبط. طيب احكي لكم شغله، هلا انتم مزبوط بتحكوا هم مش اعلم منا بالادويه 100%، انا متفقه معكم فيها. هلا هل هو بس المريض بيجي عنده مرض واحد وتشخيصه مبين؟ يعني مريض عنده سكري فهو بس مرض واحد، عمكم شفتوا مريض سكري عنده بس سكري؟ ما هو عنده سكري وعنده ضغط وعنده الدهون بتكون مرتفعة وبكون في عنده مشاكل بالكلى، وممكن يكون هو صايبه جلطة سابقة، وإذا كانت هي فيميل بيكون عندها وجع بالمفاصل. المرضى ما بيجوا بكيس واحدة واضحة ومبينة. أوكي؟ يعني هو مش بس تشخيص واحد اللي يحكي اعمل هاي التحاليل خلاص هذا المرض اللي معك إياه وخلصنا. وهون في إشي بنسميها individualized therapy. الانديفيديوالايز ثيرابي يعني أنا بصير أطلع على كل مريض كحالة مستقلة، ممكن تزبط معها الأدوية اللي أنا بعرف إن أو متوقع إنها تزبط وممكن ما تزبط معه. في مرضى كثير مثلا يعني فرضا أنا وأختي عندنا صداع، أوكي أنا بأخذ حبة بنادول بخف وجع راسي، أختي بتأخذ 3 حبات بنادول وما بخف راسها، مضطرة تأخذ آيبوبروفين. طب ليش يعني هذا ممكن يصير؟ شو رأيكم؟ استجابة الجسم أظن تبعتها غير. طب يعني كيف يعني استجابتها غير؟ يعني طب ما إحنا تنتين خوات. ممكن هي معودة جسمها على هذا النوع من الأدوية. ممكن معودة. هي تأخذه بشكل مستمر فهذا الإشي بطل يعطي استجابة عنها نوع من الدواء. ممكن. آه ممكن. وممكن مثلاً يكون. يس ممكن كانت هي تاخذ ادويه ثانيه اثرت، وممكن مثلا انه هي عندها مرض وبطل في عندها استجابه كويسه لاي دواء زي ما واحد ثاني ما بيكون عنده المرض الثاني الموجود. هاي اللي بنسميها individualized therapy، انه كل واحد بتطلع عليه بكيس مستقله. هلا احنا مفروض احنا مش عم نحكي احنا inferior، احنا مش اقل من الاطباء، وهي شغله لازم كثير ننتبه عليها، لانه وللاسف بنطلع احنا على تدريب سنه سادسه او نبلش نشتغل بالكوميونتي فارماسي دائما مستقلين بحالنا الصيادله، بعرفش ليش احنا وي ار نوت انفيريور ذان الفيزيشن. هم لهم جوب ديسكريبشن واحنا لنا جوب ديسكريبشن، هم وصفهم الوظيفي واضح وانا وصف الوظيفي واضح. تو ديسايد ويتش ميديكيشن لازم ينعطى للمريض، هذا لازم يكون بالتشاور بين الطبيب وبين الصيدلاني. اوكي بس هو بالواقع بس بيعتمد على الطبيب ما بيعتمد علينا. اوكي هذا الواقع اللي عندنا اياه لانه ما كان كونسبت الكلينيكال فارماسي موجود. هذا الواقع ما بتلاقيه انت بالدول اللي برا، ما بتلاقيه مثلا بامريكا ولا بكندا ولا باوروبا، ما بتلاقي هذا الواقع بس عندنا هون، لانه هم اوريدي استابليش من الستينات وهو في عندهم إشي اسمه كلينيكال فارماسي. احنا وللاسف اتاخر لدخل عندنا الكلينيكال فارماسي. وما تنسوا الكلتشر ممنوع كل العالم اللي عندنا. كيف ماسا كنت عم تحكي شيء وما سمعتك دكتورة؟ هسا السيناريو أصلا الفعلي لازم يمشي إنه الدكتور هو اللي بوصف
هسه دكتور الصيدله بيكون هسه بشوف الهيستوري تبع بيكون معطي عشان مثلا يشوف الهيستوري. لا شوفي تقى انا مش رح اوافقك بهذا الشيء. الاشي الايديال وهذا الاشي اللي فعلا بيصير بالمستشفيات اللي بيكون فيها كلينيكال فارماسيست يعني اثبت حاله واثبت وجوده بالساينس اللي عنده اياه. اللي بصير انه بالراوند حتى الاخصائي بحكي لك انا ما بلف راوند على المرضى الا لما يكون في معي واحد كلينيكال فارماسيست. انا ما باخذ المسؤوليه على حالي كطبيب انه انا ممكن اوصف غلط الا بوجود الكلينيكال فارماسيست، ولازم هو ياكد لي اذا خياراتي صح. وفي منهم بالعكس ممكن هم يعطوا او يفكروا بخيار تاني ويتركوا للكلينيكال فارماسيست هم اللي يحكوا لهم شو العلاجات اللي المفروض تنعطى. الشيء المثالي Yes. ليش ما عم بصير هذا عنا؟ يعني إحنا أنا عم بشوفه بأمريكا بدول الأوروبية هذا الشيء ليش ما بصير عنا؟ يعني إحنا حتى ما تروح على مستشفى الملك عبدالله اللي هو مثلا خلينا نحكي مستشفى الجامعة اللي هو بطبقه فيه دكتور البي اتش دي ما عم يحصل هذا الموضوع. طب أنت نفسك كمستشفى أنا بطبق فيك التخصص ليش ما أنا مش موجود؟ ليش أنا مش متاحة موجود عندك؟ يعني أنت وأنت مستشفى الجامعة بطبق فيك وأنت ما عندك، متوقع باقي المستشفيات تكون فيها فأردو أنا عم بحكي يعني. أنا I agree معاكي بس بدي أسمع لما رافع إيدها بدها تحكي إشي. بطلتي يا لما؟ لا لسه بدي أحكي أنا لأنه صار هيك عندي لبس بالموضوع. أحكي لي. كنت رافع إيدي من زمان بس ما حكيت. كنت أحكي هلأ أنت حكيتي شغلة ما فهمتها منيح اللي هي إنه لا الصيدلاني ولا دكتور الصيدلاني بيقدروا إنهم يوصفوا دواء. هلأ أنا معك بهاي الشغلة بس أنا اللي بعرفه إنه إحنا ما بنقدر نوصف دواء صح، ولكن لو كان موجود عندنا تشخيص برضو هذا الكلام بنطبق على هذا الإشي. طب لو مثلاً كان في عندي وصلني تشخيص أنا من الطبيب تشخيص كامل ودقيق وكل إشي برضو أنا ما بقدر أوصف دواء؟ لأنه قانونياً يس قانونياً الصيادلة ودكتور صيدلة غير مخولين قانونياً بالوصف. حد بالأردن بس صح؟ لا بالأردن صح دكتور everywhere الصيدلان ما هو هذا ما فهمته لأن حكيتي بكل مكان. لأنه أنا لما يعني جد لما كنت أقرأ عن تخصص مثلا دكتور صيدلة قبل ما أدخله هيك وبدي أعرف مجالاته وما إلى ذلك يعني كنت أشوف أنه مثلا بدول تانية أنه يعني حتى أنا بعرف ناس عايشين برا مثلا بيحكوا لي أنه الطبيب بشخص المرض وبيحولنا فوراً على دكتور صيدلاني هو اللي بيعطينا العلاج. هو فأنا هيك صار عندي لبس بالموضوع إنه كيف لما أنا قرأت هذا الإشي. يس في إذا يا إما اللي حكى لك ما كان هيك كريتيكال بالحكي أما اللي قرأتيه ما كان بنفس الستيتمنت. هلا هو بيحول الكيس للكلينيكال فارماسيست فور كونسلتيشن للريكومنديشن. الريكومنديشن يعني أنا هاي الكيس كلها موجودة شو هو العلاجات الأبروبريت المفروض تنعطى للمريض. ياخذ الريكومنديشن منه ولكن اذا الطبيب ما اخذ بالريكومنديشنز ما في إشي يجبره انه انت لازم ترد على الصيدلاني. تمام يعني احنا بالموضوع يعني قرار نهائي للدواء هو بس للطبيب حتى مع استشاره الدكتور صيدلاني لانها المسؤوليه القانونيه على الطبيب. يعني أنا هلا مثلا بمستشفى حكت تقى شغلة عن جد it's very critical إنه مثلا مستشفى الملك عبد الله عم نشوفه الطبيب هو اللي بشوفه بصرفه بكتب الدواء كله ومع إنه عندهم فارم دي وكلينيكال فارماسي بس بحس الواحد ما إلهم يعني أداك الانبوت. هذا ممكن يكون بالعيادات الخارجية. الوضع بحالات الان بيشنت بالناس الموجودين بالمستشفى الكلينيكال فارماسيست اللي أثبت وجوده وبين هو شو شغله وشو النوليج تبعه هذا الطبيب ما بلف راوند ما بيشوف أطباء إلا لما يحكي نادولي هذا الكلينيكال فارماسيست معي بيشاور الكلينيكال فارماسيست بكل ديسيجن إله علاقة بالأدوية. تمام؟ هلأ إحنا هلأ في عنا سيستم نسميه documentation system يعني أنا لما أجي بدي أعطي recommendation تبعتي للطبيب لازم تكون مكتوبة somewhere غير هيك إذا الإشي ما كان مكتوب كأنه مش موجود. أوكي؟ هلأ لما إحنا بنكتب our recommendation إحنا أخلينا مسؤوليتنا كصيادلة وككلينيكال فارماسيست إنه إحنا أعطينا our recommendation. هلأ إذا الطبيب أخذ فيها هيو أخذ فيها
مسؤولية عليه بالأول وبالأخير. إذا الطبيب ما أخذ فيها وصار فيه كونسيكونس على المريض، يحاسب الطبيب ولا أحاسب أنا من ناحية قانونية. طيب دكتورة هيك صرفة، إحنا ما إلنا يعني ما إلنا دور. لا مين حكى؟ دكتورة مش دكتورة طبيب الفريق يبي مالها الإيدين، يلا تكسر نخلص المتيرة اللي عنا. طيب إيش دكتورة مش هذا غلط هذا حكي؟ لا مش غلط. يعني انتوا ليش مقصود؟ لا لا المقصود دكتورة يعني انا اختصاصي الادويه. ليش يجي واحد اصلا ما بعرفش ايش عن الادويه يمكن، او يعني خلص عنده بيعرف عن الادويه بس مش قدي، هو بوصف الدواء اوكي، هو عنده مثلا هو فوت بس يشخص لي حالي وانا اعطي الدواء. انتوا ليش مستكتلين لتوصفوا دواء؟ افرض اعطيته غلط، في مساءله قانونيه. ليش شو الحلو بالموضوع انك انت تاخذ مسؤوليه على رقبتك؟ مريض ممكن يموت وممكن يضل عايش بناء على قراره. دكتوره مش هيك دكتوره، بس المنطق دكتور المرمط إيه لما يكون شخص تمام. يعني انا لما باجي بفتح خطتي مثلا، انا بدي ادرس كل هاي انواع الادويه، بدي ادرس ألف ماده وهيك، وبالاخر انه عن جد شو وظيفتي انا، شو بدي اعمل يعني؟ طيب هلا هاي هون الفكرة، احنا ايش احنا نعمل بهاي الحاله؟ يعني ما فيش شيء نستغله، فيش شيء تشتغله. شو يا رؤى انت على السريع بتعطينا النهايات سريعا، فيش شيء تشتغله جانبي. يعني دكتوره صف هيك دور صيدلانيين يعني بيشتغلوا شغلهم صح بس في مصانع الادويه، اما باقي المكان بحس على الفاضي يعني. ما بتحسي على الفاضي؟ احنا نقول بالدار خلاص دكتور، من دروس صيدله عاد ما تدرس صيدله. ايوه دكتوره بدي اسالك موضوع يعني حاضر. طيب احكي لك انت واحنا بس نعمل شيء. طيب معلش احكي لك حتى في المحاضرة هسه من ناحية المحاضرة الأكثر، إنه حاطة صورة إنه الصيدلي مش بياع تمام. أنا مريت في الشيء، إحنا صح من يعني منحط الأسباب الريزنز على يعني على الكالتشر والموضوع إنه هم حاطين، كمان إحنا كصيادلة ودكتور صيدلي عم بواجه إنه إحنا نفسنا إحنا اللي عملنا حالنا في جزء عبء علينا، عملنا حالنا إنه إحنا البياعين. أبسط الأمثلة، رحت على صيدلية بقولها في دكتور كذا أنا معي روشتة وصفي لي إياها، كان أول سؤال إلها إنه أنت شو كنتي حاسة، شو الأعراض، ورجيني بدي أعرف الوزن، هل في عندك أمراض كذا إلى آخره. فجأت بأول مرة بتعامل مع صيدلانية يعني عم تسألني، بدها تعرف الهيستوري تبعي، بتسألني أساس أعطاك الدكتور كذا، ما تدخل في عمل الدكتور وشتة قدامها، بس عم تتساءل إنه هل ممكن في عندي إشي يصير تعارض كذا، يمكن الدكتور ما سألك. سألتها عندي حب فضول إن أنت شو كنت دارسي يعني صيدلة، دكتور صيدلة. أتفاجأ إن هي دكتور صيدلة ومن عندنا من التكنو. هاي حالة فريد بمحافظتي، يمكن تقريبا عمري في حياتي هاي 20 سنة ما شفت من أول من ولدت حدا بيسألني بعمل عمله، خلينا نحكي بشكل 100% اللي هو ما تدخل. وحتى لانه لما قالت انه مش موجود دواء رنت على الدكتوره تبعيتي قالت لها هيك انا في عندي بديل بس بجرعه معينه، هل توصفي نفس ما انت حكيت؟ يعني ما تدخلت، انه كل المسؤوليه بترجع على الدكتوره، بس انه من ناحيه انه عملها كدكتور صيدلي عملته. طب انا يعني انت بتحكي لي انه صيدلي مش بياع، هاي شخص ادى واجبه 100%، ما قيمه تبقى فيه من كثير امثل على الصيادله. يلا روشتة اعطيني اياها، تفضل هاي دواك وامشي. طب احنا اللي فيش عبء علينا، احنا اللي عملنا حالنا البياعين، احنا مش عم نعطي نسألهم مثلا انت شو كنت حاس، علي اساس اعطاك الدكتور. احنا ما بنتدخل، بس احنا كمان علينا مسؤوليه عشان نعرف هل الجرعه مناسبه مش مناسبه، فكمان في عبء علينا، احنا عملنا حن البياعين صراحه. وللاسف وللاسف مزبوط حكيكتك. هلا شوفوا، هلا احنا كفارماسيست، طب اذا احنا ما بنوصفش اللي انتم مصرين على موضوع الوصف، احنا شو بدنا نشتغل؟ هلا اختيار الادويه والappropriate medication، اختيار الدواء المناسب للمريض المناسب، هاي من الديوتيز تبعتنا احنا. again احنا هون بنعطي recommendations واحنا بنوثق recommendations تبعتنا، وبتضلها مسؤولية الطبيب بده ياخد بأول recommendations ولا لا. تمام، هلا احنا ممكن نعطي او مش نعطي، احنا ممكن we recommend الدواء المناسب لحالة المريض المناسبة بناءً على الـ الأمراض الأخرى اللي هو موجود الموجودة عنده. في أدوية كثير بحاجة ل بنسميها مونيتورينج، بحاجة إنه إحنا نضلنا نراقب مؤشرات معينة لتبين لنا إنه هو دخل بسمية ولا ما دخل بسمية، صار عنده آثار جانبية ولا ما صار عنده آثار جانبية. في مثلاً عيادات ممكن تكون عيادات نحكي زي الوارفرين كلينيك. الوارفرين هو دواء بينعطى مميع للدم، اوكي، للناس اللي عندهم تجلطات مثلا بالجرين او اللي عندهم بنسميها دي في تي.
هلا الوارفرين مشكلته انه حتى لو المريض بياخد الوارفرين بس اجى على باله هداك اليوم ياكله صحن سلطة كبير، تأثير الوارفرين رح يختلف. مين اللي ممكن، طبعا يعني طالما مميع وطالما عنده تجلطات معناها لما بيزيد تركيز الدواء او بقل، يا اما المريض حيدخل بنزيف يا اما حيصير في عنده تجلطات، فيعني this is a very critical case. مين اللي بده يعمل التثقيف والتعليم للمريض؟ مين اللي بده يضل يعمل يشيك على البارامترز اللي احنا منقيسها ليضمن انه احنا عم نوصل للتارجت تبعنا؟ المريض لا هو بفرصة يصير عنده نزيف ولا هو بفرصة انه يصير في عنده تجلطات. مين اللي بيكون مثلا في مرضى بيكون عندهم مشاكل بالكلى، مين اللي بده يحسب حسابات الجرعة، كم ممكن تكون الجرعة وكيف لازم تنعطى؟ هو الفارماسيست. فإحنا يا جماعة إحنا دورنا هو مش بس إنه نعطي الدواء وبس، يعني مش فن إنه أنت تصرف الدواء. المرضى اللي موجودين بالآي سي يو مسؤولية الكلينيكال فارماسيست إنه هو يتبع على الجرعة اللي هو ماخدها المريض، يتأكد إنه والله ضغط المريض هو على الليفل اللي المفروض يكون عليه بناء على هاي الجرعة، كيف أنا هاي الجرعة بدي أعدلها بناء على التغيرات اللي كل لحظة المريض بمر فيها. هاي كلياتها من مسؤولية الكلينيكال فارماسيست. بس مرة تانية هو ما بيقدر الكلينيكال فارماسيست يغير شيء إلا لما الطبيب ياخد الريكومنديشن تبعة الفارماسيست. استنى طيب بس أقول لك شغلة صارت مع جدتي الله يرحمها. الله يرحمها. كانت على ما أظن كان عندها روماتيزم وديسك، ففي دكتورة ما شاء الله عليها وصفت لها دواء اسمه ثيرموكسين. اوكي كيف تعرفين دكتور؟ قاعده تقريبا تاخذ يومين، ثالث يوم اغمى عليها وبلشت يعني ها شويه تودي. لما رجعنا الدواء دكتور اكتشفنا انه معطيتها دواء كيماوي. طيب هو تسبب لها فشل كلوي على فكره. طيب انا احكي لك شغله. في ادويه كثير بتنعطى حتى بكيسز الروماتيزم، هي فعليا بتنعطى للناس مثلا اللي بياخدوا كيماوي أو مثلاً الناس اللي بيكونوا زارعين أعضاء، هاي بلجأ لها هو بآخر مرحلة لما يكون ما نفع الأدوية اللي بتنعطى، يعني هاي من ضمن الجايدلاينز. هلا ممكن كانت تأخذ ترامادول. كانت تأخذ ترامادول كمان؟ كانت تأخذ ترامادول. يعني يس، يعني هي إذا يعني جدتك الله يرحمها كانت هي بمراحل متطورة من الروماتيزم. كانت بس الدواء أعطته إياها خلص يعني جابها اكتاف. لا ما هو أنت ما فيناش هيك نحكي لشغلة. هلا الدواء اللي بينعطى فيه أدوية بنسمي إلها off label use of medications، يعني الدواء نفسه هذا أنت لما فتحت روشيتا تبعته شو كان مكتوب عليه؟ إيش دكتورة؟ الدواء نفسه اللي انت بتحكي لي حصل لجدتك الله يرحمها شو كان مكتوب عنه؟ هذا حكي دكتور زمان يعني قبل سنه، بس انا اتذكر شو كنت سويت توجيهي يعني. بس اللي صار انه الوالده عندي نفس الشيء، كانت الوالده درس عندها مريض، فلما شافت الدواء حكت مستحيل هذا الدواء ينعطى لك. والفعل لما رجعنا الدكتور حكت انك كيف حتسكت الدواء هذا، يعني غلطتها كانت ممكن تموتها. وفعليا هي بست اشهر توفت جدتي الله يرحمها. لأنها دخلت برينا الفيليا. ما شوف هون هلا بنفوت بشغلة مهمة، يعني إن شاء الله على خير لما تبلشوا أنتوا تشتغلوا سواء يعني فارم دي ولا صيدلة وكنتوا بكوميونيتي فارماسي. أحيانا في أدوية بتجيكوا بالوصفة بدنا شوي ننتبه شو بدنا نحكي للمريض عنها. يعني ممكن يجيك مريض عنده سكري ينعطى له دواء مثلا بنعطى للناس اللي عندهم زيادة كهرباء اللي هو الصرع أو اللي هو الإبيليبسي، مع انه هو ما عنده لا صرع ولا ابيليبسي، هو بس عنده مشكله السكري. هذا الدواء في له اوف ليبل يوز، له استخدام اخر غير عن الاستخدام الموجود بالوصفه نفسها. يعني لما بدك تفتح الباكيت وتقرا عنه بيكون له استخدام اخر اللي هو بحاله هنا مثلا النيوروبتيك بين. اعراض جانبيه دكتور؟ لا مش اعراض جانبيه، اوف ليبل يوز يعني استخدام اخر غير الاستخدام الموافق عليه من الاف دي اي اللي هو من الغذاء والدواء. هذا ببين معنا بالتجارب بالخبرات. يعني هذا الدواء الكاربامازيبين اللي ممكن ينعطى للناس اللي معها صرع بينعطى كمان للناس اللي عندهم سكري بس عندهم دائما تنميل بالاعصاب، تنميل بايديهم وبجريهم، بنعطيهم هذا الدواء.
في دواء مثلا اللي هو الميتفورمين الجلوكوفاج، دواء السكري منظم السكري بيحكوا له هون، هذا انا مثلا ممكن اعطيه للفيميلز اللي بيحاولوا مثلا يخسروا وزن، هذا اوف ليبل يوز. حتى لو فتحته انت ما راح تلاقي مكتوب هذا يستخدم الدواء لخساره الوزن، خاصه عند مثلا الفيميلز اللي بيعانوا من مشاكل تكيس المبايض، ما راح يكون هذا كله مكتوب، هذا هو اوف ليبل يوز. اوكي، وذيس ابلايز على ا لوت اوف دراجز. هلا كيف هذا بتعرفوا؟ مش مع البراكتس ومع الكورسز اللي بتبلشوا انتم تاخذوها. يارا شو بدك تحكي يا يارا؟ هلا دكتوره مين عم بحكي هلا؟ اوكي احكي. احكي يلا. تمام. هلا دكتوره انت قلتي انه بالاي سي يو انه بيكون وظيفه دكتور الصيدله انه هو يتبع على جرعات المرضى، صح؟ مظبوط. يس. طيب هلا مو كل المستشفيات فيها دكتور صيدله، فهون بيعتمدوا على الاطباء، فبرضه هون هم برضه يعني ماخذين دورنا. يا يارا يارا، هو احنا مش عم نتهاوش معهم، هو مين ماخذ دور ومين مش ماخذ دور. هي القضيه انه لما احنا الكلينيكال فارماسيست صاروا موجودين وهم تحملوا مسؤوليه الشغل اللي هم مفروض يشتغلوه، على ايش اثروا؟ يعني المستشفيات اللي عينت فارم دي بالاي سي يو مقارنه بالمستشفيات الثانيه مثلا اللي ما عينت فارم دي، شو ايش لاحظوا في ديفرنسز بينهم؟ انه مثلا والله اللي عين فارم دي نسبة الناس اللي كانت تطول بالآي سي يو قلت، الميكروبيال ريزيستنت المقاومة للأنتيبايوتيك قلت، والله إحنا وفرنا على المستشفى دخولات فترتها طويلة بسبب التأثيرات الجانبية للأدوية مقارنة ب قبل ما إحنا نعين الكلينيكال فارماسيست. كل التأثير تبعنا إذا ما نحسب بلغة أرقام ما رح يبين إحنا شو البنفيت أو شو الإفكت تبعتنا. ومن هنا في مستشفيات ما كانت معترفة بالفارم دي، وفي أطباء ما كانوا معترفين بالكلينيكال فارماسيست، بس بلشوا يشوفوا الدور تبعهم، بطل الواحد فيهم يشوف مريض إلا لما يكون في معه كلينيكال فارماسيست. يعني هلا الشغل حتى لو هم أخذوا هذا الشغل تبع الآي سي يو، حتى لو هم أخذوا واشتغلوا ما راح يشتغلوا زي لما يكون في كلينيكال فارماسيست. يعني الإفكت على المريض ما رح يكون نفس الشيء، الإفكت على المستشفى، على الأدوية، على مقدار الأدوية اللي بتنصرف، على قديش المريض رح يضل بالمستشفى، تفضى سرير ما تفضى سرير، قديش مرضى ماتت بالآي سي يو، ما رح يكون نفسه. تمام. بس هلا يس، بس هذا الإشي لا يعني إنه مثلا إذا إحنا ما كنا موجودين رح يكون في فرق كتير كبير، ما رح يعني بالنهاية حياة المرضى ما رح تتأثر. فصفة عن جد عن جد إحنا إيش وظيفتنا في الحياة؟ يعني إشي كتير منيح. انت يعني صفة اشياء هيك. يارا يارا انت من وين بتجيبي هذا الحكي؟ هو هيك يعني. لا مش هو هيك، لا مش هو هيك، هو هيك لانه انت ما بتعرفي الجانب الثاني. لا، حياة المرضى بتختلف بوجود الفارم دي وبعدم وجوده، خاصة المرضى اللي بيكونوا موجودين بالمستشفيات. المريض اللي بيكون عنده سرطان بيفرق لما يكون في عندك كلينيكال فارماسيست، هو اللي بيحسب له بالضبط جرعة الكيماوي اللي لازم ياخدها، هو بيحسب له بالضبط شو في أدوية لازم ياخدها قبل ما ياخد جرعة الكيماوي، مقارنة بالمستشفى الثاني اللي هو مش معترف بوجود الكلينيكال فارماسيست، قديش في ايرورز رح تكون موجودة. هاي الايرورز could be fatal، بس لانه انتوا مش باللوب ما في، ما يعني لهيك بتفكري انه حياه المريض ما راح تتاثر، بس لا، اتول افكت. حتى لو احنا مش عم نحكي عن حياه وموت لمريض، حتى لو بنحكي عن كواليتي اوف لايف، بتعرف شو يعني كواليتي اوف لايف؟ انه تكون حياته افضل وصحته افضل. يعني عن جد بيفرق معنا صحته افضل؟ بيفرق معي المريض اللي عنده فشل بعضله القلب انه طلع 5 درجات ولا طلع 10 درجات؟ فكركم بيأثر؟ يعني بيفرق من ناحية quality of life طفل عنده ربو ما كانتش أمه تأمن عليه يطلع يلعب مع أولاد الجيران، بس لأنه صار ياخد الأدوية الصح ونعمل لهم الإديوكيشن التثقيف الصح بآلية أخذ الدواء بسبب هذا الكلينيكال فارماسيست، صارت هلأ تأمن عليه يطلع ويروح ويجي، هاي ما بتأثر؟ يعني حتى الإشي اللي إحنا ممكن نفكره بسيط اللي هو على level of quality of life، بالعكس في input كتير كبير، ومن هون بلش في عنا تعيينات. حتى وزارة الصحة بلشت تتعين clinical pharmacist و pharm D، غير طبعا الخدمات، غير هلأ مقدار التعيينات مش بالإشي اللي إحنا منطبح له، بس يعني at least في صارت steps لأنه صار يبين شو في فروقات بوجودهم وعدم وجودهم.
ما تشمري كن دحكي كمان على التعيين، ما انه يعني بس في مستشفيين بس اللي هم معترفين به بالاردن راح يكون التعيين كثير قليل لحد، وهو في عندي طلاب كثير خريجين. وين المستشفيين بس اللي معترفين فيهم مين هم؟ مستشفى الجامعة واللي هو مستشفى حسين سرطان. أو بشكل عام تفكرت مش كل المستشفيات اللي معترفين به راح يكون هناك تخصص المدينة الطبية المعترفة فيه. في بالخدمات الطبية طبعا مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله لأنه أصلا بيدرسوا فيه في ناس فارمديز فهم يشافوا الإفكت تبعهم. وزارة الصحة وزارة الصحة يعني لأنه الفترة الماضية عينوا عدد من طلاب الفارمدي. ومستشفيات الخاصة بلشت تتعين من 2007 المستشفيات الخاصة بتعين من 2006 من أول ما تخرج أول فوج هم بعينوا. فهو مش بس مستشفيات اثنين. آية شو بدك تحكي يا آية؟ آية ناصر عنا أنا آية بس دكتورة مش بالمجال اللي آية؟ إحنا بنطمح له دكتورة صحيح إنه هلا برد صحيح إنه دكتور السادة اللي بيقدر إني عالج حالات الإدمان اللي بتكون موجودة طبعا هلا هو بيعالج إن بارالل مع الأخصائية هو مش عم بيفتح عيادة لإله لحاله لعلاج الإدمان بس هو بيكون موجود زي يعني التريتمنت اوف ادكشن زيه زي التريتمنت اوف اني اذر ديزيز فيس الكلينيكال فارماسيست هو جزء منه. آية خطيب طب بس اضيف كان شغلي على التعيين انه مركز الحسين السرطان اظن صار لكل ثلاث مرضى صار في عندنا واحد كلينيكال فارماسيست لازم يكون موجود فكتير انا صار هيك شوية تقدم بمفهوم الكلينيكال فارماسيست عندنا بالاردن طبعا. ومركز حسين السرطان هو من اوائل المستشفيات اللي فعليا هم اخذوا الرول تبع الكلينيكال فارماسيست وفعلا حطوه على ارض الواقع. بلشت هلا في مستشفيات ثانيه كمان نفس الشيء يعني على الطريق. هلا مهم جدا انه احنا نتذكر انه احنا كصيادله احنا مش بياعين. اذا احنا اقتنعنا بحالنا انه احنا الليفل اوف نوليدج اللي عندنا اياها هي اكثر بكثير من موضوع شو يا مريض معك افراطه والله يروح جيب لي فراطة من السوبر ماركت اللي جنبي. ونبلش إحنا as a pharmacist نشتغل شغلنا اللي إحنا مفروض نشتغله. على فكرة شغل الكوميونيتي فارماسي مش بالإشي السهل اللي أنتوا عم تتوقعوا. هلأ جزء من شغلنا إحنا as a pharmacist we could cover الكوميونيتي فارماسي وهدول أكتار الموجودين عندنا ككوميونيتي فارماسي. هلأ شغلنا يعني الصح لو نحكي عنه ك pharmacist بكوميونيتي فارماسي إحنا إلنا رول بالميديكيشن كونسلينج and the health education. تعرفش يعني medication counseling؟ يعني هلا مفروض مثلا لما بدي اخذ انا دواء اللي هو نشرح له يعني كيف الدواء قوته يعني روشته داخل الدواء مزبوط يعني هو مش الروشيتا داخل الدواء تماما يعني مش رح تحكي له كيف آلية عمل الدواء. هذا المريض يعني ما بده هذا التفصيل. هو كل اللي بده اياه المريض تحكي له مثلا هذا الدواء لايش يستخدم، مثلا هذا الدواء لتنظيم السكري لازم تاخده مرتين او ثلاث مرات باليوم. طبعا حتى كلمة مرتين غلط على فكرة، يعني احنا مفروض بالتثقيف للمريض نحكي له كل ست ساعات او كل ثمان ساعات. تعرفوا ليش؟ ليش مش لازم أحكي له كل مرتين؟ أحكي له كل 12 ساعة؟ لأنه لو أنه أخذوا مثلاً بيناتنا ساعتين ممكن يصير يوصل لسمية الدواء. مزبوط. وفي أغلب الناس شو بتحسب؟ تحكي لك أنا بصحى الساعة 8 وبنام الساعة 10 بالليل، فأنا بهال 14 ساعة اللي صاحيهم بدي أخذ دواي كل 7 ساعات. هذا ما صار هو مرتين يعني مرتين مفروض كل 12 ساعة. لهيك رح تشوفوا كثير في اختصارات على البريسكريبشنز Q12 يعني كل 12 ساعة. أوكي؟ أوكي. وين واحد؟ أوكي. Q12 hours يعني كل أو Q12 hours يعني كل 12 ساعة مفروض أنهم يأخذوا هاي الميديكيشنز. معلش أنتوا حتسمعوا صوت عياط كثير وين راحوا سلايداتي؟ أوكي. طيب لازم نحكي للمريض هذا الدواء لازم أنت تاخده قبل الأكل ولا بعد الأكل.
إذا في أدوية ثانية المريض بياخدها لازم أنا أخبر المريض كم بده يعمل فترات بين الأدوية. يعني مثلاً ما بزبطش الواحد ياخد مثلاً عنده حموضة ياخد دواء للحموضة وبنفس الوقت يروح ياخد دواء ثاني، ممكن هو يأثر على كمية الدواء اللي حتوصل للجسم، فلازم نحكي له كم لازم يكون في عنا spacing أو كم لازم أنا أبعد بين فترات الأدوية. لازم أحكي له شو أهم الآثار. طبعاً هلأ بلاحظ أنه الكبار بالسن خصوصاً أنه أدوية الضغط دايماً، أدوية الضغط والسكري والدهون كلها بياخذوها بنفس الوقت، ف يعني غلط أو صح أو يعني طبعاً هاي من ضمن هاي من ضمن المشاكل الموجودة واللي إحنا لازم as a pharmacist نتولى مسؤوليتها ونبلش نشتغل عليها. أوكي. لازم كمان نحكي للمريض شو أهم الآثار الجانبية اللي بتصير. يعني مثلا إذا هذا الدواء من أهم الآثار الجانبية إنه هو بيعمل مثلا صداع، لازم أحكي للمريض طب افرضوا من الآثار الجانبية للدواء، يعني زي مثلا حبوب منع الحمل الأورال كونتراسيبتيف بيلز، ممكن تعمل جلطة على الرئة، أحكيها للمريضة اللي فايتة عندي على الصيدلية، أحكي لها ترى هاي الحبوب تعمل لي، ما أجيب لهاش سيرة، صابتها جلطة صابتها خلص يعني هيك اجت، وشو اعمل احكي ولا ما احكي؟ يعني تجارة المفروض احكي اصلا يعني شو احب انا اجيت عندكم على الصيدلية بدي اخذ oral contraceptive pills بدكم تعملوا لي education، تحكوا لي انه هذا ممكن يعمل لك جلطة على الرئة؟ دكتورة المفروض انه لا ما بنحكي لازم نعطيها الطريقة الصح لأخذه، نحذرها أنها تأخذ الطريقة الصح. يا جماعة بدنا نعمل هلا فوتينج، كم واحد بيحكي إنه بدنا نحكي، بدنا نحكي لأنه هي ممكن تعمل جلطة على الرئة؟ بدنا نحكي. هو دكتورة مفروض إنها هي المريضة تعرف، بس مش من الصيدلاني نفسه أو دكتور الصيدلة. دكتورة احنا نتعاملش مع مشاعر، يعني بدك تحكي لها يا دكتورة فيش فيها مزح هالموضوع ماشي، بس في اشياء مش لازم تحكيها للمريض لان المريض ممكن مثلا يخاف فيبطل ياخذ الدواء، في ادوية ثانية ممكن ما تسببش جلطة يعني. طب سؤال طب معلش انتوا اللي بتحكوا للمريض ممكن يخاف وما ياخذش الدواء، هل بصير دواء ممكن يعمل لي تأثير بجسمي انا ملكي، هذا اشي الي انا وما تخبروني فيه؟ ما هذا اللي بحكي دكتورة، لازم يتخبر، لازم انا بدي عشان تعرف كيف تاخذه تقدر تكتبه، لازم يتخبر هو دكتور، لازم المريض يتخبر ولكن من الطبيب نفسه اللي يعني اللي شخص الحاله يحكي له بان الدواء هذا راح ياثر عليك بكذا كذا. استني هلا ما فيش وحده بتروح لتاخذ اورال كونتراسيبتيف بيلز بده الطبيب يكون هو يعني اللي معطيها اياه، ما بتروح على الصيدليه بتحكي لك بدي جاسمين ولا بدي وريفر من اسماء هالبراند نيمز الموجوده للاورال كونتراسيبتيف بيلز، هلا هون بتحكوا بعمل جلطة عندي 17 18 16 ماله عم بينزلوا الناس اللي بيحكوا 19 24 25، طب يعني انا اي اسيوم انه الغير ال 30 عم بتزيد. طيب هلا فكركم هو انا لازم احكي لانه الجلطات الرئويه مع الاورال كونتراسيبتيف بيلز نسبتها عاليه، بس أنا لما أجي بدي أحكي للمريضة إنه انتبهي ترى هذا ممكن يعمل لك جلطة رئوية، بالله إذا تفهم عليكم شو يعني جلطة رئوية؟ لا ما رح تفهم. طيب يعني أنا شو بدي أحكي لها؟ هو فعلا هو بيعمل جلطة رئوية، رح تموتي منه لا إله الله، بس رح يعني لا ممكن أحكي لها الأعراض اللي رح تصير عليها، إنه إذا صار عليها هاي الأعراض لازم تراجع الدكتور. يا عيني عليكي، يس بتحكي لها شو في أعراض ممكن تصير، وهي بيكون إلها معنى ثاني أبعد من اللي هي بتفكر فيه. يعني ممكن أنا أحكي لها بعد ما تاخدي هاي الحبوب إذا حسيتي في عندك ضيق بالتنفس فورا وقفي الدواء وتوجهي لأقرب طوارئ، تمام؟ زي بالضبط لما إحنا بدنا نيجي عندنا prescription لأنتيبايتك بدي أصرفها للمريض، لما بصرفها مثلا هو مكتوب له بنسلين أموكسيسلين، فأنا هيك بتعرفوا بدي أشتغل شغلي as a pharmacist بحكي له عندك تحسس من البنسلين؟ هو فكركم المريض بعرف يعني تحسس من البنسلين؟
راح يعرف اصلا. لا ما راح يعرف. طب انا ممكن افكر لما انتوا تحكوا لي تحسس من البنسلين افكر اه والله انا لما باخده بصير معي صداع، ولا لما باخده بحس عيوني بزغلله. هل هذا هو الشيء اللي انتوا قصدكم فيه بالتحسس؟ لا لا هيكون بسيطه جدا. لا. ممكن بسيطه هي كلياتها سايد افكتس. طب شو يعني تحسس دكتورة؟ راح يصير عند المريض انتفاخ، راح يصير عنده ضيق بالنفس، وراح يصير احمرار بوجهه ويبطل، يعني تغبيش بالرؤية راح يصير كمان. وراح يبطل يقدر يمشي. يس. وبتعرفوا انه هذا كان سبب في بإربد كانت صيدلية، اذكر انا قرأتها بال 2013، اجا مريض نفس الشيء عنده التهاب لوز كذا، فقرر الصيدلاني هو يعطيه بنسلين باي انجكشن. اوكي، واعطاها باي انجكشن. الظاهر هو يا اما ما ساله انت عندك تحسس، او حكى له انت عندك تحسس بس ما وضح له شو يعني تحسس. المريض فعليا دخل بشوك، ودخل شيء بنسميها كارديوفاسكولار كولابس، يعني صار عنده ضغطه نزل كثير وما لحق يوصل على المستشفى، وكان المريض متوفي بسبب الالرجيك رياكشن، بسبب الانافيلاكتيك رياكشن، بسبب التحسس اللي هو موجود عنده. هلا هو ممكن يكون مش بس الصيدلاني دكتورة، إنه يعني يصير معه هذا الإشي. فأنا صارت معي مرة إنه لا، طبيب وصف لي دواء وأنا عندي تحسس، حرفيا دخلت يعني بحالة إنه بأعراض حساسية كانت يعني بشبه قاتلة فعلا. فإنه حتى الطبيب نفسه المفروض إنه لا، لازم أنت تسأل المريض تتحسس من كذا، أو يعني أنا ما سألت للأسف. وشوفي بزيادة، أنا ليش حكيت لكم إكزامبل الصيدلية؟ لأنه هلا الطبيب هو مارس دوره القانوني وأعطى، يعني هي prescribe medications، فهو يحاسب على الإشي اللي هو مخول لإله قانونيا. طب هذا الصيدلاني لما أعطى الإنجكشن، إحنا مخولين as a pharmacist to administer the drugs؟ لا. طب أنا والله أخذت هاي دورة الإبر، أنا بصير مخولة إنه أنا أعطي drugs by injection؟ ما لا، قانونية، يعني قانونياً الصيدلاني هنا كانت عليه مخالفتين. أولاً he prescribed drugs وهو ما إله بالprescription، ثانياً he administered the drugs وهو ما إله بالadministration. administration هو للنيرس مش للفارماسيست. أوكي؟ مع دكتور نص أغلب الناس تروح تأخذ الإبر عند الصيادلة وشوف. ما هو مشان يوفروا، مشان إحنا الصيادلة نلمنا ليرة ليرتين. بس هو قانونيا احنا ما إلنا، يعني بالعكس اي صيدلاني بيعطي انجكشن فيك تروحوا تشتكوا عليه بالنقابه، ما بصير. يعني ال administration of drugs this is not our responsibility قانونيا. اوكي. هلا دكتوره، انا بعرف واحد بياخذ انجكشن للفيتامينز اتوقع، بس بياخذه بالصيدلية، واللي بيعطيه الانجكشن دكتور صيدلي، هذا ما بصير الليجل؟ طبعا الليجل. وانا ازيدك، في منهم كمان بيعطوا حديد باي انفيوجن وبيعطوه بالصيدلية، هاي لحالها بس روحوا على النقابة اشكوا، هاي تتسكر صيدليتهم. ما بصير، احنا مش مخولين فور ادمنستريشن اوف درجز. هلا ممكن الفاكسينز يس دكتور. طب انا بجرعه كورونا، انا لما رحت عشان اخذها اللي اعطتني اياها دكتوره الصيدله يس، وكانت طالبه بتدرس يس. ما انا لسه بدي احكي لك، الفاكسينز الصيادله بيعطوهم، بس هي مفروض ما تكون ستودنت، هلا هي طالبه. الطالب ما معه رخصه مزاوله مهنه، هي طالبه دكتوره صيدله مو صيدله، بس طالبه لسه مش متخرجة، لسه ما معها رخصة مزاولة مهنة، هي ما بصير تعطي. حتى المتدربين؟ حتى المتدربين، ما هو متدرب وليس مزاول للمهنة. أوكي؟ هلأ كمان من الرولز لإلنا بالcommunity pharmacy to dispense medications with the prescription and OTC drugs. إذا إحنا ممكن نصرف الأدوية اللي بتيجي بوصفة طبية أو over the counter drugs. لا، احنا it's our responsibility as a pharmacist بال community pharmacy to decide if the right drug in the right patient in the right dose at the right time. هون هاي رايحة at the right time.
يعني احنا مسؤوليتنا انه نتاكد انه الدواء الصح انعطى للمريض الصح بالجرعه الصح بالتوقيت الصح، وهذا كلياته بنضمنه لما احنا اصلا نكون يعني عارفين تفاصيل حاله المريض ونعمل دبل تشيك على الإشي اللي بيكون موجود بالبريسكريبشن. يعني انتم ما تتوقعوا اي إشي موجود بالوصف الطبيه هو صح، احيانا ممكن تكون دوزز غلط، احيانا ممكن يكون في انتراكشنز، وانا بعرف المريض هذا بيجي عندي على صيدليتي صار له اكثر من 10 سنين بعرف شو هو بياخد ادويه، هذا الدواء الموجود بالبريسكريبشن ما بلائم الادويه الثانيه اللي هو بياخدها، في تفاعلات بينهم. فانا اي كان كونتاكت الفيزيشن، بتصل مع الدكتور بحكي له ايش الكيس كامل وايش الدواء الموجود، وبحاول اقنعه او اعطيه ماي ريكومنديشنز بالتغيير. هو ما رضي، انا بعمل دوكيومنتيشن انه تم الاتصال بالطبيب وتبلغ كذا كذا والطبيب هو رفض، فهيك بترجع المسؤوليه للطبيب المعالج. اوكي، هلا في منكم حكولي احنا ممكن نشتغل كفارماسيست وفارم دي بالمستشفيات، بس انا ما شفت، صح؟ في حدا منكم هيك حكالي؟ هلا احنا بالهوسبيتال فارماسي شو طيب هلا احنا بالمستشفيات وجودنا اساسي وقلنا اكثر من يعني اكثر من وجود. هلا رح تشوفوا في بالمستشفيات ممكن يكون الصيدلاني موجود بالصيدليات الداخلية الانفيشنت، وممكن يكون هو موجود بالصيدليات الخارجية اللي هاي اللي بيكون عليها دور اللي معهم وصفات مشان يصرفوها للمرضى اللي عندهم كرونيك ديزيزز أو الأمراض المزمنة. وراح تشوفوا في عنا كمان فارماسيست موجودين إذا كان المستشفى بيعالج حالات سرطان، رح يكونوا صيادلة موجودين بعيادات تحضير الكيماوي، لأنه اللي بحضر الكيماوي هو الصيدلاني. وممكن كمان تشوفوهم موجودين بالطوابق بيشتغلوا as clinical pharmacist. أوكي؟ هلا هاي كله كل هاي الأماكن ممكن إحنا نكون موجودين فيها بالمستشفى. هلا شو شغلانتنا بالمستشفى؟ إنه to collaborate with healthcare professional to ensure all prescribed medications are administered in a safe and effective manner. مفروض نتواصل مع كل الطاقم الطبي لنتأكد إنه الدواء الموصوف تم إعطائه بطريقة آمنة وفعالة للمريض. هاي شو يعني؟ يعني إحنا بس مع مين بنتعامل؟ إحنا بس نتعامل مع الأطباء؟ لا، مع فريق كامل. ومين فيه هذا الفريق؟ مثلا دكتور أشعة حيكون. اوكي، الأطباء يس، الأطباء بمختلف اختصاصاتهم والتمريض. لأنه احنا هون عم نحكي عن البريسكريبشن وعم نحكي عن الادمنستريشن. البريسكريبشن اللي هي الديوتي أو الوظيفة تبعت الطبيب، والادمنستريشن هي الديوتي تبعت مين؟ النيرسينج أتوقع. يس يس، تبعت التمريض. هلا احنا اللي احنا الحلقه اللي بالنص اللي بدنا نتاكد انه الطبيب وصف الدواء الصح بالدوز الصح، طلب المونيتورنج بارامترز الصح اللي المفروض تنعطى لهذا المريض، وانه سوري وانه التمريض اعطى المريض هذا الدواء الصح بهاي الجرعه الصح، ما كان فيها اي تغييرات. كمان احنا فينا نمنع اي بوتنشال سايد افكت، اي تاثير جانبي ممكن هو يصير، أو أي interaction من البوليفارماسي، أي أدوية ممكن تتفاعل مع بعض، خاصة المرضى اللي بياخدوا أكثر من دواء. إحنا كصيادلة بنشتغل بالمستشفى، هاي هذا دورنا، هاي وظيفتنا، إنه إحنا نمنع وجود حدوث أي side effects. مثلا هذا المريض اللي عم ياخد وارفرين مثلا، هو موجود بالمستشفى يعني بالطابق مثلا الرابع صار له دخول، بياخد هو وارفرين، بس بنفس الوقت هو عم ياخد دواء تاني خلالي تركيز الوارفرين بالدم عالي، وممكن يدخل المريض بنزيف. أنا كفارماسيس انتبهت على الأدوية، عمل يعني شيكت على الأدوية اللي هو بياخدها، ولقيت إنه في عندي تفاعلات بين هاي الأدوية. قبل ما يصير في نزيف على طول أنا I will document my recommendation وبحكي مع الأخصائي المعالج.
بحكي له في المريض الفلان الفلاني عم ياخد الوارفرين عم ياخد هذا الدواء وممكن الاي ان ار او 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 اللي هو يعني نسبه حدوث النزيف عنده عاليه لانه تركيز الوارفرين رح يزيد. انا هيك منعت سايد افكت كان ممكن هو يصير. كمان دورنا بالتثقيف بالإديوكيشن سواء كان البيشنت اللي هو قبل ما يروح المريض أنا بدي أحكي له عن أدويته ممكن أحكي له عن مرضه مهم جدا أحكي له عن الدواء التفاعلات اللي ممكن تصير بين الدواء والغذاء يعني المريض اللي بيكون ماشي على الوارفرين بدي أنبه عليه إذا أنت بالعادة بتاكل صحن سلطة واحد ما تصيرش تاكل أكثر من صحن لأنه الجرعة وصفت لك بناء على صحن السلطة الوحيد اللي أنت بتاكله أو مثلا المرضى اللي بياخدوا وارفرين فيهم مش ياكلوا الشغلات الخضراء يعني خبيزة سبانخ ملوخية ما فيهم ياكلوها لأنه فيها فيتامين كي اللي بتشتغل شغل عكس الوارفرين فكمان بدي أنبه على المريض يعني أنا بدي أثقف المريض وأنبهه على أدويته على مرضه على كيف ممكن الأدوية اللي هو بياخدها كيف ممكن الأغذية يتأثر فيها وكيف كمان حتى الروتين الحياة ممكن هو يأثر بهاي الأدوية كمان دورنا نعمل education للhealth care professional شو أنا مسؤولة يعني أصير أدرس الطبيب ولا شو يعني هون نصيحة نصيحة أنصح الطبيب recommendation احنا عم نحكي education education زاد احنا can we educate كل هالطاقم الطبي الادوية الجديدة مثلا تطلع غير الادوية الجديدة انتو بتعرفوا شو في نقطة ضعف عند الاغلب باي انواع من الادوية بالانتيبايوتكس الانتيبايوتكس مشكلتها انه في عندنا اشي بنسميها الريزيستنت يعني الانتيبايوتك كل ما المريض بيعطس بيروحوا بيعطوه انتيبايوتك فصار في عندنا مشكله بنسميها انتي مايكروبيال ريزيستنت صارت تقاوم المضادات الحيويه وبطل يعطوها اي افكت اوكي هلا بهاي الحاله انا ممكن اجي كصيدلاني او كطالبه فارمدي أعمل محاضرة بالمستشفى لكل الطاقم الطبي أنا والله بدي أحكي عن المضادات الحيوية وطريقة استخدامها الآمنة أنا بدي أعمل محاضرة بالمستشفى عن كيف إحنا ممكن نعالج مثلاً تجلطات الدم أوكي؟ فإحنا we could educate الـ healthcare professional كامل وكمان الـ patients كثير في مثلاً من التمريض بيطلبوا من طلابنا الفارمديز بطلبوا والله بدي تعملوا لنا محاضرة كيف إحنا نحل الأدوية الباودر وهل فينا نخلطها مع بعض ولا لا أوكي فجزء كمان من الديوتي هو الإديوكيشن أي سؤال لهلا حدا عنده أي concern أنا لأنه مش عم بشوف إذا حدا رافع إيديه فينا كمان إحنا نشتغل بالفارماسوتيكال إندستري شو يعني فارماسوتيكال إندستري؟ بالصناعة كيف؟ اللي هو تصنيع الأدوية؟ تصنيع الأدوية بس بالصناعة الدوائية أها بالصناعة طب شو نعمل صناعة دوائية؟ نصنع دواء؟ ممكن المركبات اللي نطلع منها الدواء هي اللي نشوفها كيف الانتراكشن او الكيف مع بعضها البعض اوكي وغيره غير التصنيع صنع البديل الايه؟ صنع البديلة؟ بديل الدواء بديل الدواء الالترناتيف هذا يعني فيكي تشتغلي بالكوميونتي فارماسي تعطي دواء بديل الصناعات الدوائية شو احنا ممكن ندخل فيها بالصناعات الدوائية؟ ممكن يكون في تجارب حتى نعرف السايد افكت يس مزبوط هلا الصناعات الدوائيه احنا ممكن نكون جزء من انتوا حكيتوا اللي هو المانيفاكتشرنج التصنيع ممكن احنا نكون
بقسم السيلز المبيعات أو بالتسويق أو بالميديكال أفيرز أو بالريجولاتوري أفيرز اللي هي بالتشريعات أو بالأبحاث السريرية وحتى كمان بالدراج سيفتي اللي هو أمانية الدواء. هدول كلهم positions ممكن إحنا كصيادلة نشتغل فيهم بالفارماسيوتيكال إندستري. يعني لو واحد فيكم بعد ما يتخرج بده يقدم لشركة الحكمة اللي هي يعني شركة مصنعة للدواء، شو ممكن هو يقدم لها؟ ممكن يقدم هو بالمانيفاكتشرينج، ممكن يقدم بالكلينيكال ريسيرش، ممكن بالأفيرز، ممكن بالتسويق، ممكن يكون بالمبيعات. كلياتهم هدول positions فينا إحنا نفوت عليهم كسيلز. يعني سيلز يس. بس سؤال، عندنا بالجامعة تخصص الصيدلة مثلا على السنة الخامسة في تفرعين إما إداري أو صناعي ولا يعني بشكل عام؟ لا 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 ما عندنا، ما عندنا هاي التفرعات السنة الأخيرة. تفرعات ما في. أوكي هلا شو يعني سيلز؟ ما تعرفوا شو يعني سيلز؟ المبيعات اللي هي المبيعات. طيب شو انا بدي اعمل فيهم؟ ادفرتايزنج يعني. هلا شوف الادفرتايزنج هو الماركتينج، هو التسويق. يعني بالتسويق احيانا بتشوفوا لما بتكونوا مثلا بعيادات الاطباء بيجي لك مندوب، صح؟ هدول المندوبين هم كلهم فارماسيست. المندوب شركه الدواء هو بيروح بيوزع مثلا بروشور عن دواء جديد اجاله. مين اللي عمل ديزاين وديفلوبمنت لهذا البروشور؟ هم جماعة الماركتينج. اوكي يس. جماعة الماركتينج كمان هم ممكن يعملوا استراتيجي، هم يحطوا مثلا احنا والله بدنا نعمل تارجت للأطباء الأطفال الموجودين مثلا بمحافظة إربد، بدنا نروح بالأول على المستشفيات وبعد هيك بدنا ننتقل للعيادات الخارجية. هلا مين اللي بده يعمل هاي الاستراتيجي كاملة وديفلوبت وضل متبع عليهم؟ جماعة التسويق. كمان هم بدهم يتأكدوا إنه صار في عنا ربح مالي بسبب مثلاً هذا الدواء إحنا روجنا له بهاي المنطقة، كيف صار عنا الربح المالي؟ وصلنا والله للتارجت تبعنا ولا ما وصلنا؟ وهم كمان بيدربوا السيلز ريبريزنتيف، هم بيدربوا مندوبين المبيعات، لأنه مندوب المبيعات هو اللي بياخد هالكومباني برودكت وبياخد الماتيريال البروشور اللي ماركتينج طوروا وبيروح على الطبيب، بيروح على مثلا العيادات الموجودة. أوكي؟ وهم كمان فيهم شركات الأدوية عن طريق المندوبين أو السيلز فيهم والله يعملوا محاضرات. يعني بالمستقبل رح يصيروا تسمعوا والله في إجتنا مثلا شركة نوفارتس عملت محاضرة بالمستشفى لمقيمين أو للأطباء الجراحة، بدهم يحكوا عن دواء جديد نزل بالسوق، بدهم يعطوهم محاضرة علمية عنها. تمام. هلا في عندنا كمان ديبارتمنت ثالث ممكن احنا نشتغل فيه كصيادله اللي هو الميديكال افيرز. بالميديكال افيرز يعني احنا بدنا نتاكد هلا من جماعه الماركتينج طوروا لي بروشور عن الدواء. تمام. الميديكال افيرز هم مسؤولين انه المحتوى الموجود بهذا البروشور هو محتوى علمي وهو محتوى غير متحيز انبايس وهو ريزونبل وهو منطقي بالمعلومات الموجودة فيه. أوكي؟ يعني بده يتأكد إنه إيش يعني محتوى علمي عرفنا، طب شو يعني unbiased؟ غير متحيز. كيف يعني غير متحيز؟ يشمل كل الأعراض لإله، يشمل كل ال كيف؟ مش سامع دكتورة. يكون حاط السايد افكت كمان مع البنفيت، يعني انه حاكي عن ايجابيات الدواء وسلبياته برضو. يس. لانه شو اللي بيصير، احنا منخاف لما تكون شركة بتروج للمنتج تبعها، منخاف انه يعني نفسيا نصير نحكي طب ما هو هذا الدواء لهاي الشركة، أكيد هم بدهم يحكوا، يعني أكيد هم بدهم يروجوا له بطريقة أنا أروح أشتري.
بس هذا مفروض ما يكون موجود بالإديوكيشنال ماتيريال. لازم تكون المعلومات غير متحيزة، يعني يعطيني بالضبط شو في بنفيتس وشو في ريسكس لهذا الدواء، وإنها تكون كل المعلومات الموجودة موثقة. موثقة من وين؟ كيف؟ موثقة من الدراسات الدوائية. أوكي، في عنا إحنا دراسات دوائية كثير وحتاخدوهم بسنة ثالثة ورابعة، بصيروا يحكوا لنا إنه كل دراسة أو مقالة أو منشور بيعطيني نتيجة معينة. هاي النتيجة لما أنا بدي أخذها بدي أشير للدراسة الأصلية اللي أنا رجعت لها وأخذت المعلومات منها. تمام؟ هلا في كمان عندي قسم رابع ممكن انا اشتغل فيه بالفارماسيوتيكال اندستري اللي هو الريجوليتوري افيرز. بالريجوليتوري افيرز يعني احنا هون بنبلش نحضر ونعمل ريفيجن لكل النيو دراج ابلكيشن للليبلز للريبورت وللسبمشن. يعني هلا في احيانا الدواء مش فيه له ليفلتس من جوا، هاي الليفلتس اللي هو البرودكت انفورميشن، التفاصيل اللي موجودة فيها، مين اللي بجهزها، مين اللي بتأكد من محتوى المعلومات اللي فيها، هم جماعة الريجولاتوري أفيرز. أنا بشركة والله طلعنا دواء جديد بدنا ننزله على السوق، مين اللي بده يبلش يحضر ملفات هذا الدواء ولا تطلع للغذاء والدواء ويشوف إذا فعلا إحنا أخذنا الموافقات عليها ولا لا، هم الموظفين اللي بيكونوا موجودين بقسم الريجولاتوري أفيرز. أي فارماسوتيكال دكتورة؟ يس. هلأ لما يكون مثلا في دواء جديد نازل بأي شركة ويعملوا هي الشركة نفسها تعمل سيمينارز تدعو كل الصيادلة وهيك أشياء، فهل هم من هذا الماركتينج للدواء الجديد ولا الإديوكيشن يعني للدواء؟ شوفي هلأ هي ممكن تكون خط يعني بلان من الماركتينج ديبارتمنت، بس اللي بيجوا بيحكوا فيها هم ممكن يكونوا المندوبين. المحتوى العلمي الموجود بهاي المحاضرة هي تم التشيك عليها من قبل الميديكال أفيرز. فاهمة، بس قصدي إنه عشان يعملوا إديوكيشن للصيادلة هدول بمناسبة للدواء الجديد ولا عشان يعملوا ماركتينج؟ شوفي هلأ هي هون لازم يكون المحتوى unbiased. ما هون يعني لهون لازم إحنا لما الشركة لما تحكي عن أي دواء تعطي إيجابياته وتعطي الريسكس تبعونه. عرفتي يعني أنت كشركة بدك تعرض الجهتين وبدك تخلي الناس اللي عم بيحضروا هاي المحاضرة هم اللي يعني هم اللي يقدروا هل فعلا الميزات أكثر بكثير مثلا من الخطورة. يعني دواء جديد نازل على السوق بيكون غالي، مش كل شركات التأمين ممكن تغطيه، بس بالمقابل ممكن يكون له ميزات مثلا الأثار الجانبية للأدوية السابقة، إجا هذا الدواء وبطلت موجودة فيه. جاوبتك؟ أيوة، شكرا دكتورة. هلا في عنا كمان قسم خامس ممكن نشتغل فيه اللي هو الكلينيكال ريسيرش اللي هو الدراسات السريرية الدوائية. هلا هدول شو بيعملوا؟ بروح أنا كشركة دواء لازم أقرر أنا دواي لازم يدخل بأي مرحلة من مراحل الدراسات الدوائية، وهدول أخذتوهم مزبوط الفيزز أوف ستاديز اللي هو يس فيز 1 و 2 و 3، وبعد هيك بنروح احنا بنسجل الدواء بالجي اف دي اي وبناخذ بالاف دي اي سوري وبناخذ الابروفال وبينزل على الماركت، وبعد هيك بعد ما ينزل على الماركت كمان في عندي الفيز الرابع وبنضلنا نعمل ريبورتينج للسايد افكتس. هلا مين اللي بده يعمل مانجمنت لهاي الكلينيكال ترايلز والريبورتس لإلها ويتاكد وين بالضبط هاي الكلينيكال ترايل احنا رح نعملها؟ يعني احنا مش رايحين نروح على شركة الحكمة ونعمل كلينيكال ترايل، لازم نروح على مركز اسمه مركز دراسات دوائية واللي بيشتغلوا فيه صيادلة كمان مشان نقدر انه احنا نعمل هاي الكلينيكال استدي فيها، ونفس الشيء يرجعوا يجمعوا هاي الديتا اللي بتطلع ويعملوا لها تحليل ويعرضوها على الـ FDA مشان ياخدوا الموافقة لهذا الدواء انه هو ينزل على الماركت. في عنا كمان قسم سادس ممكن نشتغل فيه بالصناعات الدوائية اللي هو الدروغ سيفتي.
الدراج سيفتي يعني انه احنا بنجمع كل السايد افكتس اللي لها علاقه بهاي الادويه بنجمعها وبنطلعها مثلا للاف دي اي، مشان انه احيانا كثير في من الادويه بيحكوا لك والله هذا الدواء انسحب من السوق، انسحب من السوق ممكن اعطاني تاثير جانبي ما كان مبين من الاول، او انسحب من السوق لانه في تاثير جانبي ما كان مكتوب على الليفلت وهو ما بيهدد حياة المرضى بس لازم يكون موجود على الليفلت، بيرجعوا بيسحبوه بيعدلوا على الليفلت ويرجع مرة تانية هو يطرح مرة تانية بالأسواق. They offer adverse event report training للclinical trial investigators والsales والother colleagues. يعني فينا إحنا إذا اشتغلنا بالdrug safety department أو الفارماكوفيجيلانس إنه إحنا ندرب الموظفين المندوبين المبيعات الأطباء مثلا الصيادلة ندربهم كيف هم لازم يعملوا ريبورت، كيف يعملوا ريبورت للسايد افكت اللي لها علاقة بالأدوية، إضافة لأنه يضلوا دائما يراقبوا الدراج سيفتي as a part للبوست ماركتينج سيرفيلانس أو اللي هي فيز إيش بوست ماركتينج سيرفيلانس من الستديز كلينيكال ستديز. أي واحد؟ واحد اثنين ثلاثة ولا أربعة؟ آخر إشي يمكن؟ يس فيز أربعة. تمام؟ فإذا يعني شركات الدواء بالفارماسيوتيكال إندستري إحنا مش بس بالمانيفاكتشرينج، شوفوا قديش في عنا أوبشنز إحنا ممكن ندخل فيها as a pharmacist. ممكن ندخل بالميديكال رايتنج. تعرفوا موقع اسمه الطبي؟ موقع كثير مشهور الطبي.com، وفي عندنا موقع تاني اسمه موضوع.com. هلا هدول يعني المحتوى الموجود فيه المعلومات اللي فيه معلومات بلغة عربية بسيطة ممكن أي واحد حتى لو كان مستوى التعليمي للصف الرابع الابتدائي فيه يفهم المحتوى الموجود فيه، وبيحكوا فيها عن أمراض عن علاجات عن أدوية متعلقة بأكثر من ناحية من النواحي الطبية. هلا هون احنا بيكون هدفنا بالميديكال رايتنج على فكره، واغلب الناس اللي بيشتغلوا بالطبي هم صيادله، جزء كبير منهم على فكره صيادله خريجين التكنو. هلا بالطبي شو بيعملوا؟ هم بيعطوا يعني they produce different types of scientific documents إلها علاقة بالأمراض، إلها علاقة بالأدوية، إلها علاقة مثلا بالمواضيع الصحية العامة، وتترجم بلغة بسيطة وسهلة وبيبعدوا فيها عن المصطلحات الطبية. يعني مثلا أنا إذا بدي أحكي أعطوني هيك مصطلح طبي صعب بالعربي. يعني بالميديكال رايتنج لما يبلشوا يكتبوا مثلا بالطبي ما رح تلاقوا فيه كلمات صعبة، وما رح يستخدموا مثلا فجأة هم عم بيحكوا بالعربي فجأة يصيروا يحكوا لنا ديابيتس، كلمة ديابيتس اللي هي السكري، لأنه مش كل الناس بتعرف إنه هو الديابيتس هو السكري. فلازم الصيدلان اللي يشتغل فيها يكون فعلا عنده المصطلحات الطبية يقدر يترجمها بطريقة سهلة وبسيطة، أي واحد حتى لو كان هو يعني مش دارس إشي يقدر يفهم المحتوى الموجود فيها. And they should be able to communicate the scientific information to the target audience. أحياناً بيكون الناس اللي بيسمعوني هم مثلاً أطباء. بدي أعمل أنا محاضرة عن دواء معين. ممكن الناس اللي بيحضروا محاضرتي أطباء، وممكن الناس اللي يحضروا محاضرتي هم الناس من المجتمع المحلي. فكركم اللغة اللي أنا بدي أستخدمها هي نفس اللغة؟ لا. المصطلحات الطبية اللي أنا بدي أستخدمها هي نفس المصطلحات الطبية للجهتين؟ لا. فإذا لازم إحنا دائما وthis is very important skills لازم أنتوا تبلشوا من هلا تتعلموا، لازم تعرفوا أنتوا مع مين عم تحكوا، بناء عليه يصير عنا اختيار اللغة الصحيحة. يعني أنا ما بيزبط لما أكون أنا بالصيدلية أصير أحكي للمريض والله هذا الدواء أنت لازم تاخده بي آي دي. طب هو بيعرف شو يعني بي آي دي؟ هو لو بيعرف شو يعني بي آي دي كان ما إجاش للصيدلية عم بيسألها كيف بدي أخذ هذا الدواء. ممكن أوبشن كمان تشتغلوا فيه بعد ما تتخرجوا اللي هو الأكاديمية.
شو ممكن تشتغلوا بالأكاديمية؟ طب أنا متى ممكن أشتغل بالأكاديمية؟ لما تكمل دراسة مثلاً، لما تكمل دراسة عليا، ماستر أو دكتوراه، ماستر أو دكتوراه، أو ممكن حتى بالأكاديمية إذا إلها دخل بالكلينيكال ترينينج، ممكن بس إذا أنا معي فارم دي ديجري ممكن أدخل أنا بالكلينيكال ترينينج. أوكي؟ هلا بالأكاديمية زي ما إحنا أصلاً موجودين هلا بكلية الصيدلة، شغلنا إحنا مش بس نعمل تيتشينج، إحنا كمان involved بالريسيرش. كل واحد، كل عضو هيئة التدريس موجود بالقطاع الأكاديمي لازم يكون في إله أبحاثه. إحنا كمان involved بالcommunity service. إيش يعني community service؟ خدمة مجتمعية. يعني كيف يعني خدمة مجتمعية؟ أفرض زيتون، هاي خدمة مجتمعية نعملها ولا كيف؟ التوعوية، التواصل مع المجتمع من خلالها. يس. يعني ممكن إحنا نعمل، بدنا نعمل يوم تثقيفي لمرض السكري، يعني باليوم العالمي لمرض السكري بدنا نعمل يوم تثقيفي نطلع فيه على مثلاً 4-5 مدارس بإربد نحكي فيها، ونكون مرتبين طبعاً من قبل نحكي فيها عن مرض السكري. ممكن إحنا نعمل يوم تثقيفي بحدائق الملك عبد الله ونحكي فيها عن ونحكي فيها عن مثلا مرض السكري او مثلا الامراض الموجوده عند الاطفال. اوكي، هاي كمان جزء لازم احنا نشتغله اذا حتى بدنا ندخل بالاكاديميه. بيسايد الاكاديميك ادفايزنج والكونسلنج، يعني اي حدا فيكم ممكن يكون في عنده مشاكل تحصيليه اكاديميه او اي مشاكل اخرى، بامكانه يتوجه على اي عضو هيئه تدريس موجود بالكليه ويحكي له اللي عنده. مثلا انا منزل عدد ساعات كثير، مش عارف جدولي، مش عارفه اضبطه، مش عارفه اخذ هاي الماده قبل هاي، كل هاي المشاكل كمان يعني جزء من مسؤوليتنا احنا كنشتغل بالقطاع الاكاديمي انه we have to يعني to provide it للستودنتس. كمان في عنا pharmaceutical research centers، مراكز الدراسات الدوائية. بتعرفوا عنا مراكز دراسات دوائية؟ سمعانين فيهم هدول؟ آه. هدول اللي بيشتغلوا فيهم فارماسيست ولا لا؟ من المفترض يكون فارماسيست. طيب إحنا بالصيدلة بالجامعة في عنا مراكز دراسات دوائية؟ هذا بالجامعة؟ إيه؟ اه بالجامعة في عنا؟ اه في عنا. يس في موجود بالجامعة. طيب من وين بدي افوت له؟ هاي فوتت على موقع الجامعة، وين اروح؟ بنروح على سنترز، شايفين سنترز؟ في عنا انسولي دراج انفورميشن، رح ارجع له هلا. عنا فارماسوتيكال ريسيرش سنتر، عنا مركز الدراسات الدوائية تابع لكلية الصيدلة بجامعتنا، لكن هو كموقع موجود بمستشفى الملك عبد الله. أوكي؟ هلأ خلينا نشوف هدول شو ممكن يعملوا. خلينا نشوف شو في options عندهم. هاي about us، خلينا نشوف هم شو هو هذا السنتر. هذا السنتر هو Pharmaceutical Research Center، اختصاره PRC. هو هذا السنتر موجود بالطابق 12 بمستشفى الملك عبد الله، تم تأسيسه بسنة 2004. أوكي؟ هلا شو بيعملوا فيه هذا السنتر؟ هذا السنتر بنعمل فيه الدراسات الدوائية. خلينا نشوف هون مثلا السيرفيسز شو ممكن هم يعملوا. هلا they conduct clinical trials فيهم، إذا الشركات المصنعة للأدوية لما حكينا إنه حيتفقوا مع مراكز دراسات دوائية ليعملوا clinical trials، واحد من هدول مراكز دراسات دوائية هو pharmaceutical research center الموجود عندنا بالجامعة. فيهم يعملوا دراسات دوائية سواء من phase 1 ل phase 4، وهاي it include the bioavailability وال bioequivalence studies. تعرف يعني bioavailability و bioequivalence؟ هلا البايو إكويفالنس لما بيكونوا بدهم يسووا دواء بديل، اها، يسووا عليها الدراسات البايو إكويفالنس عشان يتاكدوا انها متاحه او فعاله زي الدواء الاصلي.
يس 100%. والبايو افيلابيليتي ليتاكدوا انه كم مقدار الدواء اللي بعد ما المريض ياخده كم بيكون موجود فيه منه بالدم. اوكي كمان فيهم بهذا السنتر يشتغلوا على بري كلينيكال ستاديز. بري كلينيكال ستاديز هي بتنعمل على الانيمالز. طبعا الانيمالز رايحين ناخذ احنا فيران ورات ونطلع فيهم على مستشفى الملك عبد الله. في عندنا انيمال هاوس، في عندنا مركز ل اللي هو بيت الحيوان بنسميه موجود بالجامعه، وكمان فينا احنا نشتغل عليه على دراسات دوائيه قبل ما هي توصل للانسان. كمان هم ممكن يكون في عندهم او في عندهم برودكت ديفلوبمنت، ممكن يدخلوا هم تو كوندكت ستاديز للفيزيكال فارماسي، باودر كاركترايزيشن، فورمولايشن، فارماكوكينيتيك ستاديز، يشوفوا كيف الدواء بتوزع بيقدروا يعملوها كبسوله، بيقدروا يعملوها على شكل تابلت، كيف مثلا الحجم لازم يكون. هذا كله كمان they could develop products فيهم، يعني صنعوا لنا يعني ماده دوائيه. كمان في عندنا الميديكال بلانت ستاديز اللي لها علاقه بحتى النباتات الطبيه، بيدخلوا كمان بالسينثيسز للأورجانيك ميديسينال كومباوندز، ممكن هم يدخلوا بتصنيع مواد أورجانيك، مواد عضوية. كمان بيعملونا الأناليسز، يعني كثير في مثلا من التحاليل بدي أتأكد أنا والله هاي نحكي الأعشاب هل بتحتوي على مادة الكانابينويدز مثلا، هي من المواد اللي عليها أدكشن، ففيهم يعملوا لنا هاي الأناليسز كمان بالريسيرش سنتر. والتريننج والإنهاوس سيمينار، هم they offer seminars و offer شهادات، يعني بيعملوها بين فترة وفترة لكل الناس اللي بيكونوا هم interested ليعرفوا مثلا بالأناليسز أكثر، ليعرفوا بالكلينيكال ستاديز أكثر. فهي كلها من ضمن الخدمات اللي بيقدم لنا إياها الفارماسوتيكال ريسيرش سنتر التابع للجامعة. أوكي؟ طبعا حتى مدير المركز هو تابع لكلية الصيدلة. هاي السنة الماضية كانت مدينة، يعني كانت وما زالت مديرة المركز هي دكتورة مي، وأتوقع في إلها محاضرة من المحاضرات رح يعني تغطيها معكم. هل هو المركز الوحيد؟ فيش مراكز تانية بالأردن إلا هاد؟ طبعاً وأجين هون إحنا الصيادلة اللي بنشتغل فيه. في عنا other medical centers، خلينا أعمل stop للsubtitles، موجودين عنا بالأردن. في عنا طبعا اول واحد حكينا عنه الفارماسيوتيكال ريسيرش سنتر سوري الموجود بالجامعه، عنا انترناشونال فارماسيوتيكال ريسيرش سنتر، في عنا الجوردن سنتر فور فارماسيوتيكال ريسيرش، عنا التريوم فارما كلينيكال ايفالويشن سنتر فارماسيوتيكال ريسيرش، وعنا يونيفرسيتي اوف بترا فارماسيوتيكال سنتر. ففي عنا اكثر من فارماسيوتيكال سنتر ممكن احنا بعد ما نتخرج ونكون انترستد بالشغل فيه، يعني ممكن هو يكون انطلاقة لإلنا إذا إحنا حابين الريسيرش فيلد. الفارماسي لحاله ولا الفارماسي دي يزبط؟ بوث صيادلة أو دكتور صيدلة. ممكن كمان نشتغل بالدراج انفورميشن سنتر. تعرف شو يعني دراج انفورميشن سنتر؟ اللي هو مركز المعلومات الدوائية. شو يعني مركز المعلومات الدوائية؟ يعني هو المركز اللي أنا ممكن أرن عليه بأي وقت أحكي إنه أنا مثلا أخذت هذا، عندي هذا الدواء ومش عارفة، لا بقدر أنا أخذ هدول الدوائين مع بعض ولا لا، صار في عندي هاي من الآثار الجانبية لهذا الدواء، بعد ما أخذت هذا الدواء هل ممكن يكون من هذا الدواء ولا لا. Any concern, any request related للدراجز، في عنا مراكز متخصصة اسمها مراكز المعلومات الدوائية. ممكن أنا لو بدي أشتغل مثلاً بيجي ريكويست أحياناً من التمريض، هذا الدواء بدي أحله، أحله بنورمال سيلين ولا أحله مثلاً بجلوكوز ولا كيف أحله، كيف مثلاً الأمبولة بعد ما أنا يعني أحل الدواء لازم ألفها بقصدير ولا عادي أخليها تتعرض للضوء. هاي المعلومات كلها بجاوبوها عليهم هم الناس اللي بيداوموا بالمركز دراسات الدوائية. خلينا أورجيكم هم وين. طبعاً هيو Drug Information Center، طبعاً هو مرة تانية هو تابع لكلية الصيدلة ولكن مكانه موجود بالمستشفى. خليني أورجيكم شوفوا إيش هم ممكن يعملوا. بيعطوا تفاصيل عن Drug Administration، كيف ممكن الأدوية تنعطى. خلينا ناخد أي Drug،
هاي بدنا ناخد أزيثروميسين مثلا. بيكون في عنا يمكن هلا ما تبين معكم الليفلت، خلينا أعملها شير. أنا بحكي أعمل شير للويندو هون أسهل لي. طيب شفتوا أنتوا الأزيثروميسين؟ بينا عندكم الليفلت؟ آه مبين تمام تمام. أوكي. هلا شو هنا مثلا بيحب بيحكي إيش الديليوان تبعها؟ كيف ممكن إحنا نعمل إنفيوجن لإلها؟ reconstitution لما تكون powder، إيش الستابيليتي؟ ففي عنا تفاصيل متعلقة بكل دواء من هاي الأدوية. أوكي؟ إيش كمان ممكن يكون يعطونا؟ هاي أخذنا، إحنا أخذنا هذه أول واحدة. خلينا نرجع للهون. في عندهم نيوزلتر، في عندهم زي مجلة بيعطوا فيها الابديتس مثلا لو دوز فيرسس ستاندرد دوز للانسولين بالمانجمنت اوف بيدياتريك دايابيتيك كيتو اسيدوسيس. خلينا نفوت عليها، هي جديده بابريل 19. هاي شوفوا الكونتنت اللي فيه، هاي بيلخصوا لنا استدي وبصيروا يحكوا هم احنا هل ممكن نعطي لو دوز وبقارنوها مع الهاير دوز، وهي بتكون المعلومات الموجوده هي بناء على سبيسيفيك ريفرنسز، يعني هي مش من مزاجهم بتطلعوها. كمان من ضمن الاشياء عندنا كلينيكال جايدلاينز اللي هي الخطط العلاجيه للامراض المختلفه. عندي مثلا خلينا نفوت على الكارديوفاسكولار ديسوردرز، خليني افوت مثلا على الاسكيميك هارت ديزيز. هي عم بيعطيني الجايدلاين الخطط العلاجيه للعلاج. شايفين هذا الخطوط اللي هيك مربعات وكلها خطوط وشو مفروض اعطي دواء، هذا اللي بسميه جايدلاين اللي هي الخطة العلاجية، وكيف أنا من وين أبلش بالأدوية وكيف أنتقل من دواء للتاني ومتى بدي أقرر إنه في عنا بنفت ولا لا. هذا منحصله كمان من يعني موجود فيه تفاصيل من مركز دراسات الدوائية. كمان في عندهم عن الكلينيكال ريسيرش ريسورسز الفورمولاري، الأدوية اللي بتكون موجودة بالمستشفى، وهنا إحنا بنحكي عن مستشفى الملك عبد الله، وبيعطوا تفاصيل لكل الأدوية اللي بتكون موجودة. طبعا جزء من يعني هو مش بس موجود بمستشفى الملك عبد الله، كمان في عنا كان في عنا واحد بالزمانات موجود تابع لفارماسي 1، في واحد جديد فتحوه بالجيش بالخدمات اللي هو دراج انفورميشن سنتر. أوكي. واللي فيكم فارم دي رح تاخدوا تدريب بآخر سنة، رح تاخدوا يعني من الأشهر رح تداوموا بدراج انفورميشن سنتر عشان تعرفوا كيف لازم انتوا أصلاً تجاوبوا على هاي الريكوست. في other options، ممكن احنا ندخل بشركات التأمين، ممكن ندخل بالhealth organizations زي مثلاً أطباء بلا حدود، زي مثلاً جمعية عون، كل هاي الهيلث أورجانيزيشنز الفارماسيست ممكن يكونوا فيها. وكمان جزء منها إحنا بنشتغل بالفارماسيوتيكال هول سيلينج اللي هو مستودعات الأدوية. فشو رأيكم؟ إحنا كل شغلنا بس لساتنا بدنا نتهاوش مين اللي بده يعمل بريسكريبشن للدراج، ولا we have different options to work on؟ شو رأيكم؟ لسه زعلانين انه we cannot prescribe medications؟ لا دكتورة، المجال ما شاء الله واسع. يس. طيب هلا يعني انتوا لساتكم سنة اولى، واحنا هلا عم نحكي لكم، صرنا نحكي لكم لما تتخرج بعد 4-5 سنين او 6 سنين شو بالضبط بدكم تشتغلوا. هل في اشي ممكن انا ابلش اشتغل عليه من هلا بحيث انه انا لما اتخرج؟ يعني عدد طلاب الصيدله كم فكركم بالاردن كامله؟ 300-400 طالب بتخرج بالسنه الواحده ولا كم بتخرج؟ بالالاف اكيد. يس. هل في يعني سبوتس للكل انه هو يشتغل؟ لا. اذا انا شو بده يميزني عن غيري لما اتخرج؟ انسوا العلامات. انا اشتغلت على علاماتي ودراستي ومبينه هاي بكشف العلامات. طيب خلال هالأربع خمس سنين أنا فيهم بالجامعة بقدرش أشتغل على ماي سي في؟ على السي في يعني السيرة الذاتية، شو رأيكم؟ لا ولا كثير؟ بلا بقدر. شو بدكم تشتغلوا من هلا؟ ما أنتوا طلاب، شو بتشتغلوا من هلا على يور سي في؟ مثلا تاخذ لغة
تأخذ لغة. أوكي. تكون دكتورة أو إشي. التدريب والدورات. التدريب والدورة. I think ده عندي قدرة إنه أطور من مهاراتي وقدرتي على التواصل برضه. يعني طب أنا بدي أحط على السي في. أنا لما بكون متخرجة جديد السي في يدوب تطلع صفحة، هاي إذا طلعت صفحة يمكن نص صفحة تطلع بالأخير، بحط فيها علاماتي وشهاداتي وكذا، بس في جزء مهم لازم أحكي عن الأكتيفيتيز اللي أنا اشتغلتها أو شاركت فيها أثناء ما أنا كنت عم بدرس. في عبد الله رافع إيدك ولا من الأول رافع إيدك؟ في عبد الرحمن دكتورة؟ يس. هل المحاضرة مسجلة؟ للأسف. أه بدكيش أسجلها؟ طيب لا أنا عشان المحاضرة خلصت قبل نص ساعة وأنا لازم أغادر يعني. أوكي. أه أنا مسجل المحاضرة عشان أحضرها بعدين إن شاء الله. شو رأيكم؟ شو فيكم؟ يا هلا فيك. الطلاب حتى بمراحل دراساتهم بالمراحل الأولى من الدراسة إنه بيكونوا بيفوتوا على الصيدليات أو يعني مثلا بيتفقوا مع حدا معين من صيدلية معينة إنه أنا اليوم بدي أكون طول اليوم بالصيدلية أتعلم منك مهاراتك كذا، يعني مش شرط تدريب أوكي يعني خاضع للجامعة بس برضو تثقيفي. ممكن والله إذا لقيتي لك صيدلاني يعني he's willing، هاي فرصة منيحة. بس وإنتوا جوا الجامعة أنا بين محاضراتي في إشي أعمله لأطور من السي في تبعتي؟ مثلا أبحاث. أبحاث؟ كيف بدك تشتغلي أبحاث؟ طب دكتورة أنت شو رأيك؟ أعطينا أفكار. حضور المحاضرات اللي يعني لا مش محاضرات اللي تيجي اللي بتعلمها. محاضرات بتقيمها اللي هو كلية الصيدلة. هو أنتوا بس كل حياتكم كلية صيدلة؟ دكتورة في زي مبادرة للطلاب اسمها تشارك وبتعمل محاضرات وهيك أشياء وبتعطي شهادات، أتوقع مثل هيك ممكن تدخل بالسي في. طبعا يعني أنا أحضر محاضرة سواء كانت هاي المحاضرات تابعة بيعطوها بكلية الصيدلة ولا محاضرة بيعطوها شؤون الطلبة عن كيف التعامل مع التوتر، هاي كلها حضور هاي المحاضرات وحضور الوركشوبس هاي it will add something، هاي كلها بحطها بالسي في تبعتي. في ميس ماسا حكيتي لنا الأبحاث، كيف بدك تدخلي بالأبحاث؟ طلاب المتفوقين بشكل خاص ممكن إنه يتعمقوا شوي بموادهم، ممكن يكونوا مساعدين الدكاترة ببحاثهم. يس يس مظبوط. هلا فينا احنا وانتوا لساتكم من سنه اولى او من سنه ثانيه تشوفوا هالدكاتره اللي بتحبوا تشتغلوا معهم، تروحوا تحكوا لهم انا والله حابب عندي هيك فضول اعرف انتوا بالمختبرات شو بتعملوا، بتروحوا على المختبرات بتكونوا انتوا موجودين مع طلاب الماجستير. بالاول بتكونوا شادوينج يعني بس بتتفرجوا عليهم، بس بعد هيك شوي شوي بتصيروا تجربوا بايديكم شوي شوي بتصير في عندكم السكيلز step ahead، بتصيروا انتوا تشتغلوا هذا الريسيرش وممكن انتوا تتخرجوا من الجامعة واوريدي يكون في عندكم 2 3 papers already published، يعني تنشروا بمجلات عالمية ابحاث ويكون اسمكم من ضمن المؤلفين لإلها لانه انتوا اشتغلتوا فيها. طب هل هاي صارت؟ يس صارت. هل عن جد يعني في طلاب بكالوريوس نشروا وكذا وهم لساتهم بيدرسوا؟ في و a lot of examples في عنا وكثير في من هذا، بس هذا الطالب يعني بيكون فعلا عنده الانترست عنده الرغبة انه هو يدرس او عنده الرغبة انه هو مش يدرس انه عنده الرغبة انه هو يجرب الريسيرش او يدخل بهاي الابحاث. طيب الاعمال التطوعية شو رأيكم فيها؟ يعني هدول اللي بيروحوا مثلا على نحكي بيعملوا إفطار، عملوا قبل فترة إفطار برمضان مثلاً لأطفال الـ SOS للكبار بالعمر راحوا عليهم، شو رأيكوا؟ هاي بتفيدني أنا؟ تفيد أصلاً، أغلب الدورات يأخذوا بعديها شهادة يعني تضمن لهم إنه هم حضروها. شو كمان؟ لا أحكي لك شغلي ماسا، حتى لو حضورك للورشة ما أعطاك شهادة يعني الشهادة مش هي المهمة، لما بتقابلي أو بتعملي job interview ما رح يحكي لك ورجيني كل شهادات الدورات اللي حضرتيها،
بس ما هو ببين يعني إذا أنت عم تحكي لي أخذتي دورة بالتحليل الإحصائي، طيب ما هو إذا أنت بتعرف تحلل إحصائيا معناه أنا ما بطلب منك تحلل أي شيء إحصائيا، أنت you can do it. فيعني مش كل شيء يقاس بالشهادات اللي بتتاخد، شهادات الورش والدورات، بس هو يقاس بكم أنت في عندك معرفة بالمحتوى الموجود من هاي الورش والمحاضرات والندوات اللي حضرتوها. في عنا على فكرة إحنا بكلية الصيدلة جدا يعني فعالين بموضوع الخدمة المجتمعية، يعني في نسميهم حملات، وهاي الحملات بس هي بتروح بتنشر المواد العلمية والتثقيفية الطبية للكوميونيتي. نعمل أيام طبية مجانية، وصلنا لعند رويشد عملوا فيها يوم طبي، وصلوا لعند الأغوار عملوا فيها يوم طبي مجاني. الموجودين فيها هم طلاب، هم منكم درسوا وعرفوا شو المعلومات اللي احنا لازم نحكيها للناس متعلق بالأدوية، مثلا أدوية السكري، كيفية الرعاية بالقدم مثلا السكرية، كيف مفروض المريض يقيس ضغطه، كيف ممكن الغذاء يأثر على الضغط، شو في أمراض ممكن تأثر على الأطفال، كيف مفروض المضاد الحيوي يؤخذ مثلا، نحكي للتسنين للأطفال مثلا، شو ممكن الأم تعمل، شغلات موجودة عندها بالبيت. هذا كلياته كان يغطى عنا بالحملات الطبية، أو ممكن نطلع إحنا كنا نطلع بهاي الحملات نعمل محاضرات طبية، نروح على المدارس حكينا مثلا بمدارس عن الإدمان عن مخدرات، حكينا بمدارس عن خطورة التدخين سواء كانت سجاير أو أرجيلة، حكينا مثلا يعني كل إشي بيكون له علاقة بالفيلد الطبي وننشره للمجتمع المحلي، هذا كمان أنتم ممكن تكونوا جزء منه. طيب فرضا أنا والله ما إلي طولة بال لا أروح على يوم طبي ولا أشترك، بس أنا بحب أشتغل على الكمبيوتر وبحب أعمل ديزاين، بقدر أنا أستغل هذا الإشي؟ آه دكتورة، هاي اللي الشغلة اللي كنت بدي أوصلها. احكي لي شو بدك توصل. مثلا هسه اكيد احنا كلنا شفنا انه وسائل التواصل الاجتماعي مثلا السوشيال ميديا، الفيسبوك، التيك توك، اي وسيله من وسائل التواصل صار لها دور كبير وفعال بنشر مثل الفائد او تخصص الواحد او مثلا مجال عمله، صار عن طريقه يقدر يسوق، ينشر مواهبه، يعني اي شيء ثاني مثلا. فصرت أني أعتقد أنه التسويق والتصميم صار إشي مهم وإضافي لازم نتعلمه إلى جانب تخصصنا الرئيسي، عشان بالمستقبل رح نحتاج التسويق، رح نحتاج التصميم. يس 100%. وفي كتير ناس على فكرة اشتغلوا معنا مثلا بهاي الحملات الطبية، بس هو ما يعني مواصلاته صعبة، ساكن بعيد، ما إله طولة بال لأي سبب، بس مثلا هو بيعرف يشتغل على السوفت ويرز اللي بتعمل ديزاين، هو يعمل ديزاين للبروشور، هو يعمل ديزاين مثلا للرولابس اللي احنا بناخدهم معنا، ممكن حتى هلا في الفيديوز الانيميشن اللي بتكون كيف بيرسم وبصيروا بالرسم عم بيحكوا، في ناس عندهم هاي التالنت، في ناس بيحبوا التصوير او بيحبوا ان هم يرسموا، فهم يعني you could use the skills اللي انتوا هلا عندكم اياها واللي انتوا حاسين حالكم بتبدعوا فيها، فيكم تستخدموها لانشطة تانية بعيدة عن موضوع الدراسة، هذا كله بيساعدكم to build your CV. طب يعني انا لو احط بالCV تبعتي شاركت بحملات طبية، هاي يعني شو بده يأثر علي؟ هل ممكن تأثر مني انا كطالب؟ طبعا يبتاخد من وقتي بالدراسة، بدل ما أنا أروح وأصير أدرس يعني عم بطلع يوم طبي، طب يعني وقتي ما راحش كله للدراسة، بس هل ممكن إنها تغير فيه؟ شو رأيكم؟ ولا it's a waste of time؟ أكيد بتغير. كيف ممكن تغير؟ ممكن تعطيني معلومات أكثر أو تغير بالطريقة التفكير لبعض الأشياء. yes. حتى تواصلي مع الناس يختلف، رح يصير عندي قدرة إني أتواصل أخذ أعطي مع الناس بشكل أفضل. 100% مزبوط. ممكن ثقة بالنفس أكثر، لأنه أنا صرت بعرف أكثر عن تخصصي وبشتغل فيه. 100% مزبوط، كل عم تحكوا صح. يعني حتى التغير رح يصير تحسوها على مستوى your personality. أول مرة الواحد بيشترك بنشاط لا منهجي بيكون هيك زي الحيطة بسترس ومتشنج وحالته حالة،
ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، بعدين لا بصير الواحد يحس حاله انه هو بالعكس مرتاح اكثر بالتعامل مع المجتمع، مرتاح اكثر انه هو يحكي للناس. يعني بتيجيك ختيار عمرها 70 سنة ولا ختيار عمره 60 سنة، بتصير انت عم تحكي له عن الادوية وانت باريحيتك. اول مرة بتطلع بيوم طبي بتحس حالك انه انت عم بتدخل كلمات طبية بالنص الناس ما بتفهمها عليك. تاني مرة بتصير اخف، ثالث مرة اخف، رابع مرة خلص بتصير انت عارف ايش هي المصطلحات اللي مفروض انتوا تحكوا فيها مع الناس الكبار ولا الناس اللي بيكونوا لهم دخل بالطاقم الطبي او مع الاولاد الصغار. فكل هاي السكيلز هي اللي بتسقل البيرسوناليتي اللي من بعدها انتوا فيكم تطلعوا وتتوجهوا لمجالات الشغل المختلفة. ورح تستغربوا انه كتير من السي فيز بعد ما انتوا تعملوها وتحطوها باماكن الشغل ممكن يجي، يعني انا اكثر من مره كان يجيني تليفون من اماكن شغل الناس اللي مقدمين السي في لها يسالوني انه في هاي الطالبه مثلا كانت حاطه انه هي اشتغلت معكم بحمله طبيه، هي شو كانت تشتغل، كيف هي التيم بلاير تبعها. وهذا الحلو بالشغل لما يكون شغل جماعي، بالشغل الجماعي بصير الواحد يتعلم كيف يكون هو جزء من تيم، كيف بده يتحمل مسؤولية، بصير واحد يعرف حاله هو هي تيم بلاير ولا هو بحب يشتغل لحاله. في ناس لما بتشتغل من ضمن طاقم بتصير يبين عليها انه انا بحب اكون تيم ليدر، انا بعرف how to divide the job between the different مثلا sectors، في انا اخذ استغل كل ميزة موجودة عندي اياها بهذا الطاقم اللي بيشتغل معي مشان نطلع احنا شيء افضل. اوكي، فهي كلياتها السكيلز هي اللي فعلا بتثقل البيرسوناليتي وبتضيف على السي في، مشان الواحد لما يتخرج ما تكونش السي في تبعته فاضي. اوكي، الورشات، الندوات، اي محاضرات، اي عمل تطوعي، اي يعني مش شرط كلياته بس احنا يكون على التحصيل الاكاديمي، استغلوا السنين اللي انتم موجودين فيها بالجامعه وخليها هي تغير فيكم وانتو يعني to get exposed على الشغلات الكثير اللي هي بتكون موجودة، مش بس على الكتب والقراءة. هيك انا بكون خلصت جزئية الكارير options. يعني حدا عنده اي concern، اي سؤال related للماتيريال so far؟ لسه بتكون تحولوا من الصيدلة ولا رح تضلوا صيدلة؟ دكتورة؟ لا ما انا راح نحول. يعطيك العافية دكتورة. بعدكم بتحولوا؟ لا اله الا الله. هلا الله يعافيكم. دكتورة بدي اسال سؤال. يس. هلا طب في فرق بين دكتور الصيدلة والصيدلة ولا ما فيه؟ بما انه يعني في 3 سنين بتختلف عن بعض بعد 3 سنين. طيب. هلا من ناحية عدد ساعات دراسة لا هم بيختلفوش 3 سنين، يعني الفارم دي مش اكثر 3 سنين من الصيدلة. هو الشرعي يجد انهم بيشتركوا اول 3 سنين. لا هم شوفي هم مش انه كمان بيشتركوا اول 3 سنين، هو فعليا في يعني كور كورسز للصيدلة ودكتور صيدلة، بس في كورسز اكثر كلينيكال كورسز بياخدوها بتفصيل اكثر جماعة دكتور صيدلة مقارنة بجماعة الصيدلة. هلا شوفي الفروقات اللي بين الصيدلة ودكتور صيدلة هي بيزيكلي متعلقة بشغلهم as a clinical pharmacist. هلا احنا صيدلي ودكتور صيدلي فيها اشتغل بالفارماسيوتيكال اندستري، فيها اشتغل مندوبه مبيعات، فيها اشتغل بالماركتينج، فيها اشتغل بدرج انفورميشن سنتر، بريسيرش سنتر، فيها اشتغل بهدول كلهم زي خريج الصيدلي. The only difference اللي هو الكلينيكال فارماسيست او الكلينيكال فيلد، هاي هي لدكتور صيدلي اللي هو شغله بالمستشفيات as a clinical pharmacist كجزء من الهيلث كير بروفايدر، كجزء هو من الطاقم الطبي اللي بيروح وبيحدد الدوز للدراجز، ايش ممكن يكون في انتراكشن كذا، كجزء من الطاقم الطبي داخل المستشفيات. بس كديفرنس ثاني بمجالات الشغل لا، هم احنا وي ار اول بيلونجز للفارماسي سكول. تمام، يعطيك العافيه. اهلا. في نتالي رافعه ايدها، وينك يا نتالي؟ يعطيك العافية دكتورة. يا هلا فيكي. دكتورة عندي سؤال هسا، نزلوا assignment على e-learning ضمن الصوت. واضح الصوت، سمعنينك. دكتورة نزلوا على e-learning excel sheet عشان نعمل assignment عن الدرج، بس اسمي ما كان ضمن الشيت نفسها.
اوكي دورت عليه ما لقيته وبعت ايميل للدكتور بس ما رد لحد الان. بعت ايميل للدكتور السجار؟ لأحمد السجار، دكتور محمد السجار. يعني شوفي انا برجع بحكي نتالي شديفات، يعني هلا بعد المحاضره برجع بخبره انه تواصلت معك نتالي على اساس يشوف شو بالنسبه للاسايمنت. تمام. رمشي لازم تكتب اسمها، ما تدور عليه لانه هو ما حيكون موجود، احنا كتبنا اسمها. اكتب اسامي رقم الجامعة وكل شيء. شوفوا انا ما بعرفش إيش عن الاسايمنت تبعكم، لانه يعني منسق المساق دكتور محمد وهو اللي ماخذ الديوتي، يعني هو اللي يعني ماخذ الديوتي الاسايمنت. احنا سالناه دكتوره وحكى انه لازم احنا ندخل على الاكسل ونكتب اسماءنا ونختار الدواء، يعني الاسم ما بيكون موجود لحاله. اوكي، فمعناها هي نتالي انت بدك تدخلي وتحطي اسمك وتكتبي اسمك. تمام اوكي. تسنيم رافع ايدها كمان. يعطيك العافيه دكتوره. يا اهلا. هلا بالنسبه للدكتور صيدله، بالنسبه لسنه سادسه، هلا هم حاطين كتدريب بالمستشفى مثلا قسم الجراحه وقسم الاورام وما الى ذلك. طب انا كدكتور صيدله مثلا قسم الجراحه انه شو وظيفتي؟ حكوا انه مثلا بتدخلي عمليات او ما الى ذلك، انه انا شو بتكون وظيفتي؟ شوفي هلا بالجراحه إلك ما قبل الجراحه، داخل الجراحه وما بعد الجراحه. قبل الجراحة اللي هي مثلاً أنا مريضة سكري بدي أدخل تعمل، مثلاً بدي أدخل لعملية مرارة، شو الأدوية لازم أضلني مكملة أنا عليها؟ كيف بدك تنقليني؟ بدك تضلي معطيتني الأدوية اللي أنا باخدها أورالي، ولا بدك تحوليني على الإنسولين؟ كيف بدك تعملي proper control لهاي الconditions before surgery؟ تمام؟ during surgery هلأ بتعرفوا في التخدير وفي الأدوية اللي بتنعطى، فحتى الدوزز وكيف مفروض هي تنعطى during the surgery كمان ممكن الفارم دي أو clinical pharmacist يدخل فيها. ما بعد السيرجري مثلا إذا بدي أنا أعطي prophylactic antibiotic للمريض مشان ما يصيرش في عنده التهاب، مفروض أنا مثلا بدي أعطي أدوية مشان يعني for pain management، معالجة الألم اللي بيكون موجود عنده. فبالعكس بالسيرجري في دور جدا مهم خاصة فيما يتعلق بالأنتيبايتك. مشكلة السيرجري ديبارتمنت إنه الأنتيبايتكس بيعطوها يمين شمال، وفي a lot of resistance للأنتيبايتك. فيعني أنت ما بتفوتي على الجراحة تعملي عملية، لا، أنت إلك علاقة بالأدوية بكل الفيزز لما بدخل الواحد فيها على قسم الجراحة. طيب دكتورة، حتى هدول لازم دكتور الجراح أو الدكتور يعني هو اللي يوافق عليها، ولا لا أنا بكون المسؤولة؟ ما هو still مرة تانية إحنا we give recommendations، بس إذا أنا ما تعلمتش أصلا شو recommendations بدي أعطيها ولا شو بدي أعطيه، كيف أنا بدي أعطي recommendations؟ كل إشي لا، إحنا يعني overall إحنا we give recommendations، الطبيب هو من يقرر بده ياخده ولا ما بده ياخده. رح تشوفوا في أطباء ولا بتحملوا كلمة من دكتور صيدلة، هيك يعني شو أنا ما بعرفش أعطي دواء لحالي، يعني جاييني هسا هذا اللي متخرج صار له كم من يوم بيجي هو يحكي لي بالأدوية. وبالعكس في عنا دكاترة تانيين بالأذر إكستريم بحكي لك أنا ما بلف راوند ولا بشوف مريض إلا لما يكون عند معي حدا فارم دي، وهي طبعا هي بتختلف حسب البيرسوناتي للأشخاص اللي بتتعاملوا معها. تمام. عبد الرحمن كمان رافع ايدك. بطل عبد الرحمن رافع ايده. طيب حدا عنده اي concern، عنده اي سؤال، اي اشي له علاقة سواء بالكارير اوبشنز او باختياركم؟ احكي عبد الرحمن. دكتورة سمعنينك. سميت الدكتور، بدي أسألك سؤال، إنه الدكتور الصيدلة شو ممكن يتخصص بعدين؟ شوف هلأ دكتور صيدلة في معه أوبشن إنه هو يعمل يدخل ببرنامج الإقامة. هلأ برنامج الإقامة انفتح هاي السنة لأول مرة، في برنامج إقامة موجود بمركز الحسين للسرطان. أوكي؟ هلا برا الأردن ممكن هو مثلا بأمريكا في عنا programs residency إقامة، كيف الأطباء لهم برامج إقامة، نفس الشيء في لدكتور صيدلة برامج إقامة. طبعا لتدخل ببرامج الإقامة كيف في امتحانات للطب كثير، نفس الشيء في للصيدلة. ممكن أنت تدخل مثلا cardiovascular مثلا اللي هو قلب وشرايين، ممكن تدخل بالICU تتخصص ICU، ممكن تتخصص infectious
يعني التخصصات في منها فرايتي كبيرة زيها زي تخصصات الطب، ولكن أنت بتكون سبيشاليست بالأدوية مثلا الأنتيبايوتيك، أنت سبيشاليست بالأدوية التي تستخدم بالآي سي يو، وإلها طبعاً امتحاناتها وإلها سنينها، يعني في زي السنة الأولى سنة ثانية بعدين تأخذ امتحان، ففي إلها specific program residency program. تخصص بس بأمريكا يعني ما في بدول ثانية تخصص؟ شوف residency أنا ما يعني بعرفش إذا بالسعودية فتحوا residency، بس يعني حتى ليكون هو يعني برنامج الإقامة معتمد في إله كرايتيريا specific كرايتيريا. هلا انا اللي بعرفه عنا احنا توجه من زمان انه بدنا نفتح ريزيدنسي بروجرام، بس يعني مش ماشي كتير مزبوط، بس في يعني في حكي او في امل انه يكون في شيء قريبا. بس اللي بعرفه بامريكا في ريزيدنسي بروجرام، ولكن ليس من السهوله انه احنا يقدر الواحد انه يدخل الريزيدنسي بروجرام، بده كثير امتحانات وبده بريباريشن وبده. هل في ناس معهم ريزيدنسي؟ يس. هل في ناس من الكليه عنا معهم ريزيدنسي؟ يس. وهذول فيهم دكاترة راح يصيروا يدرسوكم مواد الثيرابي وبيشرفوا عليكم بالتدريب السريري. يلا 6 سنين بعد ما نخلص يعني ممكن إحنا نلاقي فتح إقامة أكثر من هيك؟ يس ممكن. You'll never know. يعني إحنا ما كنا نتخيل مركز الحسين ممكن يبلش، وهي مركز الحسين بلش فيهم وأخذ برنامج إقامة، يعني حتى بتاخد الشهادة كأنها عاملة أنت إقامة بأمريكا. يعني فكل إشي دوبل، إحنا عم نحكي عن سنين لسه جاية، ولسه انتوا لما تشوفوا الاوبشنز الاكثر الموجوده ممكن حتى توجهاتكم تختلف. اي سؤال تاني؟ دكتوره انا كنت اسال قبل شوي لما حكيتي انه المخالف القانونيه، لما واحد مثلا انه اخذ الصيدليه اللي اعطت المريض دواء وفي حساسيه، هسه ممكن يكون معطيه مثلا الطبيب أو إنه بحيث إنه يكون يعني على روشيتة أو أي شيء، ولكن يعني مثلاً لما يسألوا أنت عندك حساسية، هو أصلاً ما رح يعرف شو هي، احتمال كبير يحكي أنا ما عندي حساسية، لكن هو يطلع عنده حساسية، أو إنه حتى لما سأله ما عرف يجاوبه بشكل صحيح. هل رح يتحمل مسؤولية؟ شوفي هلا بهاي الحالة الطبيب اللي كتب للدراج هو اللي عليه المسؤولية، لأنه هو مفروض اللي سأل أنت عندك حساسية ولا لا. بيجي الستيب الثاني من الدبل تشيك على الصيدلاني، انه يرجع يسأل هل انت عليك ولا لا. هلا اذا اعطاه الصيدلاني بعد هيك هذا الدواء وروح على البيت واخده وصار عنده تحسس، هلا بتبطل هي ريسبونسابيلتي للصيدلاني، لانه الصيدلاني هي اونلي ديسبنس الميديكيشن، المسؤوليه على الشخص اللي عمل البريسكريبشن. تمام يعطيك العافية دكتور. أهلا. هسا أنا لما كنت بالمدرسة كنت أعمل أبحاث لعلاج للكانسر أنا وصاحبي لي، ويعني مشيت بالموضوع وطلعت أبحاث وكل إشي من على جوجل وبمساعدة دكاترة من الجامعة، بس إنه ما كان في حدا يساعدني بالموضوع، حتى بعض المواد يعني جبتهم بلشت دي أشتغل، بس إنه بالمدرسة ما كان في حدا يساعدني لا معلمات ولا إداريات ولا أي إشي. هسا بالجامعة في حدا ممكن يساعدني بهذا الموضوع أكمل فيه؟ يعني أنتي وين وصلتي بالستيبس؟ يعني بس جمعتي معلومات ولا شو؟ جمعت معلومات، وهسا هو العلاج زي أشياء طبيعية، فأنا بلشت جمعت معلومات وعملت أبحاث وسألت دكاترة عن الموضوع. يس. شوفي هلا فيكي أنتي تكملي كدك تكملي، أنتي عم تحكي عن أعشاب ومواد طبيعية فهو فايتوثيرابي، وأنتي عم تحكي عن كانسر فهو بدك جماعة بالأونكولوجي، وإحنا لوكيلي في عندنا بالكلية ناس بالفايتوثيرابي وفي عندنا ناس إلهم بالأونكولوجي. يعني ممكن في ناس تساعدني أكمل بالموضوع؟ طبعاً. يس يس. ممكن تعمل إكستراكشن لهاي السبستنس إذا بيّن فعلاً، يعني إنه يعني حسب الليتريتشر الشيء اللي جمعتيه واللي حتجمعيه بس بطريقة تانية، هلا بطريقة موري بروفيشنال. المعلومات بتحكي إنه ممكن يكون في عنا بنفيت، ممكن نعمل إحنا مثلاً نستخلص أو ناخد هاي يعني هاي المواد الطبيعية وصير إلها استخلاص بطريقة معينة، ونجربها مثلاً على الخلايا السرطانية، نجربها على حيوانات عندهم سرطان، فممكن أنت تاخدي هذا الشغل استفاهم. يس.
طيب هذا الإشي ممكن نحط بالسي في تاعي لبعدين يعني؟ طبعا يس طبعا هي يعني حتى السكيلز اللي حتتعلميها بالإكستراكشن تشتغلي على أنيمالز تشتغلي على هذا كله رح يكون موجود بالسي في كله فيك تحطيه بالسي في تمام يعطيك العافية دكتورة يا أهلا فيكي ظل حدا عنده أي concern دكتورة أنا عندي سؤال صراحة بس خارج المحاضرة يعني خارج موضوع المحاضرة يس هلا انت ايش بتدرسي يعني مثلا مواد الميديسينال السوتكس الفارما ايش لا انا بقسم الكلينيكال بدرس مينلي فارماكولوجي ومواد ثيرابي اوكي تمام بس هاي هي يس اوكي طب اي سؤال ثاني اي شيء ثاني يسلموا كتير إنه ضليتوا موجودين لأطول محاضرة أنا بعطيها ساعتين وربع شكراً كتير على وجودكم ويعني وبتمنى يعني هذا الكورس إن شاء الله ما رح يضل هو أونلاين السنوات الجاية لازم يكون هو يعني وجاهي لأنه ها فعلاً هذا اللي بيعمل لك بيعمل لكم proper guidance بكل هالأربع خمس سنين أنتوا حتاخدوها بهاي الكلية وإن شاء الله أنتوا على الفصول يعني بلشوا من هلأ تدخلوا مواد الصيدلة على الفصل الأول في مواد عندكم على الفصل الثاني فأكيد إلى ما نشوفكم جوا الكلية أي سؤال أي concern عندكم إياه أنا حطيت إيميلي على الإيليرنينج أي concern فيكم تبعتوا لي إياه بأي وقت وإن شاء الله بنشوفكم على خير يعطيكم العافية يعطيك العافية دي. يا أهلا فيكم